مهندسنا الغالي مهندس عمر سليم، شكرا مرة أخرى على الفرصة السعيدة والفرصة الجميلة جدا اللي أعطيت لي إياها إني أشارك في محاضرات اللايف ويبينارز لبيم أرابيا. كان محور أو كان موضوعنا سيشن 1، كنا تكلمنا عن سي دي أو الكومن داتا انفايرمنت، حكينا بإيجاز عن Common Data Environment based on the ISO 19650. تكلمنا كذلك عن الـ EDMS أو الـ Electronic Document Management System. تكلمنا كذلك عن الـ Folder Structure في CD، وقلنا أنها تتكون من four Information Containers اللي هي Work in Progress، Shared, Published and Archived. وتكلمنا بإيجاز وبسرعة يعني عن different CDs اللي موجودة في الماركت، زي بنتلي، بروجكت وايز، زي بيم 360، بلان بيم، بيم سينك. تكلمنا حتى عن تريمبل كونكت. وأنا بصراحة اخترت اليوم، راح نتكلم اليوم سيشن 2 سيشن 3 إن شاء الله، راح يكون حتكون workshop تطبيقية أكثر شيء، مشان نشوف أو نطبق الأشياء النظرية اللي شفناها في سيشن 1. ورح تكون عندنا كيس ستاديز، نحاول أنا نسميها كيس ستاديز مش كيس ستادي واحد بس. إن شاء الله إذا قدرت رح نعطيكم كامل، أو رح نعطيكم كامل، خلينا نقول 95% من تريمبل كونكت، ورح نعمل له تفكيك بالكامل، بحيث أنه مستقبلا ان شاء الله اذا فيكم واحد حاب يشتغل على السي دي هذا. وعلى فكره كامل السي ديز 95% متشابهه مع بعض، يعني اذا واحد ركز وشاف شو قادرين نعمل بتريمبل كونكت يقدر يطبق نفس الشيء في دي اذر سي ديز، يعني مش راح يكون في اختلاف كبير، ممكن في اليوزر انترفيس بس، في المحتوى هو نفس الشيء، يعني تقريبا نفس الشيء بالكامل. طيب Trimble Connect هي collaboration platform وين تعمل connection and connects the right persons in the right time and include with the right projects. Trimble Connect it's EDMS Common Data Environment. المطور تبع الشركة Trimble. Trimble عندها العديد من خليني نقول البرودكتس، وشركة بصراحة ناشطة وتطور كل يوم في أشياء وتعمل كل يوم أشياء جديدة، سواء من سوفت ويرز أو من بلاتفورم أو حتى من ديفايسز، اللي فعلا مسهل علينا الشغل في الـ AEC industry، وإحنا كبروفيشنالز وكإنجينيرز بصراحة محتاجين الأشياء هذه. وسرعة التطور في الـ AEC industry هي فعلا تعتبر من الأشياء الإيجابية، وين we need it really we need it. طيب Trimble Connect، انا اخترت بصراحه Trimble Connect لانه زي ما حكيت لكم اخر مره ك ك كبلاتفورم وكبيم كونسلتنت او بيم مانجر ان فام هولدينج، جربنا العديد من السي ديز، بعد وين شفنا انه Trimble Connect هي الانسب، وهذا اختيارنا لTrimble Connect كان بعد دراسة معمقة، خلينا نقول كانت بعد تجريب الكثير من السي ديز، وتجريبنا للسي ديز كان 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 based on our uses أو our beam goals based on our available خلينا نقول qualified team، والناس فعلا اللي جاهزة عشان تدخل في موضوع الإلكترونيك document management system، لأنه صراحة مشان تحول الناس فجأة من الدوكيمنت كنترولينج العادي أو الكلاسيك إلى إلكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم صعبة شوي من ناحية القابلية للناس ومن ناحية التدريب، وهذا يأخذ لك وقت، بس يعني الحمد لله شوي شوي بقينا يعني صرنا يعني متعودين على الموضوع يعني. وراح نشوف إن شاء الله بالتفصيل شو Trimble Connect، شو الإيجابيات وشو السلبيات، أكيد لأنه أكيد فيها سلبيات أنا شايفها يعني سلبيات بسيطة جدا، ممكن شخص ثاني يشوفها سلبيات كبيرة based on his workflow based on his خلينا نقول beam implementation strategy. وهذه رجع لكل واحد، يعني كل واحد حسب استراتيجية أو خطة المعينة الخاصة به يشوف أكيد الأنسب أو CD الأنسب لشركته. طيب
في الاجنده اللي هي فيري فيري خليني نقول مكثفه جدا، راح نشوف اليوم وسيشن 2 سيشن 3 ان شاء الله بعد بكره، راح نتكلم عن الكونكت او تريمبل كونكت فور براوزر. الكونكت هو اختصار التريمبل كونكت باي ذا واي. راح نشوف الكونكت فور براوزر 2 دي فيور اللي راح نشوف فيه بي دي اف، راح نشوف فيها الاوتوكاد او اي شيء عنده علاقه بال 2 دي دروينجز. نشوف الكونكت فور براوزر فور 3 دي فيور لانه اتس انتجريتد وذ سي دي، وين هذا الكونكت او 3 دي فيور راح تشوفوه باللي موجود كامل في كامل السي ديز الموجوده في الماركت، يعني تقريبا 90% نفس الفيتشرز اللي موجوده في التريمبل كونكت تلقوها او تحصلوها في الاذر سي ديز. راح نشوف ايضا الكونكت فور ويندوز اللي هي ديسكتوب ابلكيشن، راح نشوف الكونكت فور موبايل، وراح نعمل سمول وركشوب ان شاء الله سيشن 3 بالموبايل، وين الحين نعمل كونكت، احنا نعمل كونكشن الموبايل لايف ونشوف كيف نستعمل الموبايل في السايت، واكثر شيء الموبايل نحتاجه في السايت، سايت انسبكشن كواليتي كنترول اند سو اون. عندنا الكونكت سينك اللي هو بصراحه يعتبر المحرك لتريمبل كونكت، وين نعمل سينكرونايزيشن اند سو اون. الورك فلو اكستنشنز في 3 اور 2 extensions موجودة في تريمبل كونكت، بصراحة راح تستمتعوا لما تشوفوا يعني شو قادرين نعمل بال extension which is existing in تريمبل كونكت. وأكيد راح نتكلم عن ريفيت الاد ان and ريفيت support، ونشوف كيف نعمل control على الاكاونت سواء كان business premium أو business account. طيب تريمبل كونكت يقدر يمشي معنا بطبيعة الحال في الكامل project life the whole project life cycle من الكونسبت إلى design engineering and to the bid award until the fabrication and construction and so on حتى نوصل مرحلة الاس بيلد. تريمبل كونكت يعني بصراحة كل ما مشيت وكل مكان أو كل ما زاد كل ما مشينا او كل ما زاد البروجرس الشغل بطبيعه الحال هي كان هاندل all the informations and data sharing easily with smoothly من دون ما تتعقد الامور، بحيث انك تحس بالمرتاح حتى توصل الهاندينج اوفر او حتى من بعد في البيلدينج اوبريشن او مرحله صيانه المبنى او خلينا مرحله الحياه الاخرى للمبنى until the demolition. هتحس انه تريمبل كونكت it will be like يعني very very useful application يعني خصوصا في الفابريكيشن او الكونستراكشن. راح نشوف في الوركشوب كيف الناس او الفابريكيتورز as external stakeholders كيف راح يستفادوا من عندك انت بطريقه الداتا شيرنج، وكيف تعمل communication smoothly with them by folder permission. تريمبل كونكت بورتفوليو اكيد فيه العديد من الاشياء اللي هي 3D capture، راح نعطيكم عندي حضرت لكم بوينت كلاود سويناه بتريمبل كونكت 3D laser scanning machine، وراح نشوف كيف نطبق هذا في السايت، كيف نعمل quality control. حضرت لكم نفس الشيء model بوينت كلاود live سويناه بالفعل يعني ودخلناها على تريمبل كونكت. شوفوا كيف راح يساعد تريمبل كونكت على الكواليتي كنترول، عفوا بصراحه كانت بدايتي في البيلدينج انفورميشن موديل هي عن طريق الاتش بي ام اللي هي الهيريتاج بيلدينج انفورميشن موديلنج. اول الحمد لله كان لي الفضل اول ما بديت وعرفت البيم هو عن طريق المباني الاثريه، واول شيء سويته هو 3 دي ليزر سكانينج وين دخلنا المعلومات على المباني الأثرية. وإذا كانت الفرصة إن شاء الله مستقبلا راح نحضر ويبنار اللي هو يتكلم عن الهيريتاج بيلدينج انفورميشن موديلين أو الـ HBIM، شو البينيفيتس شو قادرين نعمل به. طيب خلينا نعمل small introduction to the Trimble Connect قبل ما نروح للوركشوب أو للتطبيق. ميلي تريمبل كونكت فيه 4 applications او خليني نقول 5. في عندك اول شيء الويب براوزر، الويب براوزر ابلكيشن اللي هو عادي تفتح جوجل كروم او
تفتح الانترنت عن طريق جوجل، وتقدر تدخل على الويب سايت الخاص بهم ويعمل تعمل ساين ان وعادي. هذا يعتبر الويب براوزر كأي ويب براوزر ثاني. عندك الديسكتوب ابلكيشن اللي تبع ويندوز، راح نشوفها بعد كيف ننزلها وكيف نسطبها عندنا في في الجهاز. في عندنا الموبايل ابلكيشن which is very 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 powerful، راح نشوف كيف يعني شو البينيفيتس شو قادر نسوي بالموبايل ابلكيشن by especially when we go to site. هذه بصراحة site engineers أو construction managers راح تخف عليهم شغل كبير 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 جدا، خصوصا في الكواليتي كنترول، في الكواليتي تشيكينج، في الارفايز راح يكون حتساعدهم كثير في حكايه الارفايز لما تكون بينهم بين الاستشاري او ديزاين او البيم ديبارتمنت بين المودلرز. if they use the same platform which is Trimble Connect. واكيد الهولولانز حضرت لكم اكيد فيديو قصير وين عملنا كواليتي كنترول باي يوزنج الهولولانز، وراح نشوف صراحة شيء it's very powerful. ال HoloLens هي the next it's the future. يعني the HoloLens it's the future when فعلا ك site engineers أو ك beam specialists راح نرتاح، وال work it's gonna be very smooth. وراح we gonna reduce the cost, we gonna reduce the time. الويستج حيكون قليل جدا، بس بشرط انه تكون الانتجريشن او البيلدينج انفورميشن او البيم ورك فلو اللي عملناها من الاول وي هاف تو بي شور ذات ات ويل بي ريسبكتد باي اول بارتيز اند باي اول ستيك هولدرز. طيب خلينا نروح يعني الى نبدا باول شيء اللي هو الويب براوزر. تمام طيب حامل ساين ان او طيب اول شيء عادي جوجل Trimble Connect راح يجيكم ساين ان. هذا هو ويب سايت Trimble Connect. Trimble Connect راح تلقوا فيه كامل المعلومات الخاصه بTrimble Company وTrimble Connect. 10 اور اكثر من 10 ملايين يوزرز يستعملوا Trimble Connect with 17 different language with more than 185 countries around the world. كامل يستعملوا Trimble Connect. يعني تخيلوا معي الكم الهائل من اليوزرز، وبدليل انه قال لك 10 plus more than 10 million users can't be wrong. يعني لانه ما دامهم 10 ملايين مستعمل او يوزرز اكيد مرتاحين في هذه البلاتفورم. شيء جميل ثاني في Trimble Connect انه they are fast. يعني إذا كان عندك مشكل في البلاتفورم بعثت لهم البزنس أو الهلب سنتر they can reply to you. يعني ما ياخدوش وقت، يرجعوا لك في نفس يعني اليوم ماكسيموم 48 ساعة يعني. وعندهم فورم خاص، وأنا أنصحكم أنكم تدخلوا على Trimble Connect فورم وين يستمعوا لكامل البروفيشنالز أو الانجينيرز اللي يستعملوا Trimble Connect ويشوفوا شو المشاكل اللي تواجههم كابليكيشن او كبلاتفورم، وهم شغالين على الديفلوبمنت اوف ذيس ابليكيشن. يعني يحاولوا انهم يكونوا سباقين مش يكونوا ذا فيرست ان ذا ماركت. طيب خليني نعمل بس ساين ان. طيب خليني نعمل هايد هذه بتاع الزوم. طيب دقيقة بس. اوكي طيب اليوزر انترفيس بتاع Trimble Connect very easy، هو معقد كثير، مقسم الى projects new. خلينا نقول اليوزر او الهلب، اليوزر هلب and search or نعم search. انا عندنا الدوتس، هقول لكم شو حكاية الدوتس. طيب أول ما تفتح Trimble Connect، أول ما تفتح Trimble Connect وتعمل حسابه، سهل جدا إنك تعمل حساب في Trimble Connect، بس تدخل وتعمل حساب، وبمجرد ما تفتح راح تكون عندك مكان البروجكتس يعني empty. خلينا نمشي قبل ما نروح نعمل create new project، نروح نشوف شو المتوفر عنا أو شو موفرت لنا Trimble Connect كapplications، ومن وين نجيب ال Trimble Connect.
ديسكتوب، ومن وين نجيب تريمبل كونكت سينك، ومن وين نجيب ستيتوس شيرينج اللي هي راح تكون عندنا كلام كثير عليها ان شاء الله. طيب بمجرد ما تفتح تريمبل كونكت خلينا في نعمل كليك على دوتس وين حيديك مباشره الكونكت ابلكيشن. اتس لايك سمول ابلكيشن ستور، اتس لايك سمول ابلكيشن ستور. طيب تريمبل كونكت او طيب ابلكيشن ستور، عندك اول شيء تريمبل كونكت فور ويندوز، هذه اللي هي ديسكتوب ابلكيشن، يعني اوتوماتيكلي انت بعد ما تعمل حساب في تريمبل كونكت نزل من الكونكت ابلكيشنز تريمبل كونكت ديسكتوب اب، خليها عندك لانه هي تيبيكلي اتس ذا سيم، نفس الشيء سواء الويب براوزر او تريمبل كونكت فور ويندوز هي نفس الشيء، بس في بعض الاشياء موجوده هنا في الديسكتوب اب ومش موجوده في الويب براوزر، وراح نشوف الفرق. يعني هو 2 اور 3 فيتشرز مش موجودين. الشيء الجميل انك تحتاجهم بالكامل، مش تحتاج يعني تستعمل الويب براوزر وما تستعملش ثاني، لا انت مضطر انك تستعملهم بالكامل لانه راح تكون عندك خليني نقول منظومه متكامله من تي سي بلاتفورم. طيب عندك ثاني هي تريمبل كونكت فور موبايل، تقدر تروح للاب ستور او جوجل بلاي تنزلها عادي. انا انصحكم يعني اذا قادرين تنزلوها من اليوم نزلوها. يعني عندك تريمبل كونكت فور ميكس رياليتي، هذه فور هولولانز. بالنسبه للهولولانز اذا اشترينا نحن الديفايس الهولولانز وراح تكون عليه كلام كثير ان شاء الله في السيشن نمبر 3، الهولولانز يعمل تقريبا $3,000، والابليكيشن هذه تريمبل كونكت فور ميكس رياليتي تعمل تقريبا $1,000، لانه بالنسبه لتريمبل كونكت فور ميكس رياليتي هذا عالم ثاني، هذا شيء ثاني another world، يعني تقدر تنفذ المشروع بس بهذه. اذا فعلا عندك الكواليفايد تيم تقدر تنفذ المشروع without any single 2D drawings. ممكن كلامي شوي يكون مش منطقي، شويه تو ريسكي، راح تشوفوا بينكم يعني بعد ما نروح ان شاء الله الوركشوب كيف قادرين اذا كان عندنا الكواليفايد تيم نقدر ننفذ المشروع فقط بال 3D، بس بال 3D نروح للسايت ونعمل كواليتي كنترول وتكون الانفورميشن اور ذا داتا شيرينج ثرو اونلي يور بلاتفورم اور سي دي اور ثرو تريمبل كونكت. طيب عندنا تريمبل كونكت سينك، هذا مهم جدا، هذا هو بصراحه اللي يربط لك او يشبك لك كامل التيم، سواء ديزاين تيم او الكونستراكشن تيم او حتى الاوبريشن اند فاسيليتي مانجمنت تيم، يربطك مع اول ذا ستيك هولدرز. هذه حلقه الوصل. طيب اذا حتشتغل بس بالتريمبل كونكت فور ويندوز اور ديسكتوب او ويب براوزر ويزاوت تريمبل كونكت سينك، يعني تقريبا ما عملت ولا شيء، يعني لازمت لك تريمبل كونكت سينك عشان يكونوا all the stakeholders or the project team or حتى the company members يكونوا all connected together. طيب عندك for the Revit users، عندك Trimble Connect for Revit، مهمة جدا هذه راح نتكلم عليها بصراحة، يعني تعتبر من الأشياء خصوصا الناس اللي شغالين Revit، أكيد أغلبكم شغالين Revit، تعتبر من الأدوات المهمة جدا، لأنه وراح نقول لكم ليش مهمه، خليني بس بالمستقبل استبقش الاحداث. عندك تريمبل كونكت فيزواليزر، هذا هو ال 3 دي فيور اكيد. وش عندنا الثاني؟ عندنا ستيتوس شيرنج، للاسف هذه متوفره فقط فور بزنس بريميوم لايسنس. ستيتوس شيرنج هذه تقدر تعمل بها ال 4 دي سيميوليشن، تقدر تعمل بها visual site reporting system by color coding زي ما حكيت آخر مرة. راح نعطيكم مثال بسيط وراح تشوفوا كيف حتى الشغل أو حتى ال communication ما بين site team construction team و design أو modeling team راح تصير فيه حلاوة شغل، يعني حتكون فيه حتحب الشغل وراح تكون في سهولة في الشغل وسلاسة بمجرد ما تتعود على البلاتفورم اللي هي الكومن داتا او شو اسمها التريمبل كونكت عفوا. اهم شيء انه يو هاف تو جيت كواليفايد تيم، او لازم تتعب معاهم شوي انك تدربهم كل يوم، لانه بصراحة راح تسهل على حالك وراح توفر على شركة فلوس
وراح التيم تاعك يرتاح وتكون عندك راح تكون عندك خلينا نقول ورك فلو كلير اند ويزاوت اني ديفكتس ليتر اون. طيب تريمبل سينك مانجر هذا فور السيرفيرز فور مابينج. انه ما تنساوش انه تريمبل كونكت قوي جدا 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 في البنية التحتية فيما يخص البنية التحتية والطرقات والبريدجز والتانلز اتسترا اتسترا اتسترا. يعني حاليا هذا مش موضوعنا يعني ما نقدرش يعني نتكلم عن شيء اللي هو ماهوش من اختصاصي، بس راح نقول لكم انه تريمبل كونكت او حبيت نقول لكم انه تريمبل كونكت قوي جدا حتى في لجماعه الناس الشغالين انفرا ستراكشر بريدجز تانلز اتسترا اتسترا. طيب بعد ما تنزلوا اكيد الابلكيشنز اللي كنا نحكي من شوي، طيب بمجرد ما تكريت الويب او يور اكاونت راح يكون عندك فري اكاونت وراح تشوف دائما علامه صب الاصفر في المكان هذا ابجريد ابجريد ابجريد. عادي ما توجعش راسك بالابجريد. الناس اللي حابين او الناس في بدايات البيلدينج البيم امبلمنتيشن the right platform as a CD from the right platforms as a CD عندك تريمبل كونكت، عندك all plan beam plus لانه راح يعطيك البوسيبيليتي انك على الاقل تشتغل وتشوف من دون ما تصرف اهم شيء without expenses. تقدر تستعمل السي دي وتجربه حتى على مشروع وتشوف يعني وين توصل معك. يعني بمجرد ما تتاكد انه الناس تعودت على البلاتفورم تقدر تشتري الفول فيرجن اللي هو عندك بزنس لايسنس او بزنس بريميوم لايسنس. طيب خلينا يعني نبدا وكانه عملنا مشروع جديد. حاليا هذا من المشاريع اللي موجودين عندنا في السي دي وما زلنا زاد ندخل ان شاء الله لانه ماشيين ستيب باي ستيب. creating new project it's يعني very easy. اول شيء بالنسبه لليوزر انترفيس عندك سواء تعملهم باي تحب تخليهم باي ليست او تحب ترجعهم بالشكل هذا. يعني اذا خليتهم باي ليست حيكون عندك النيم سايز مش سايز المشروع على فكره، سايز الفايلات والداتا اللي موجوده في المشروع. تشوف لاست فيزيتد متى كانت زيارتك الاخر مشروع سواء من سينكرونايزيشن او من تحميل فايلات اتسترا اتسترا. آخر موديفيكيشن تمت على المشروع سواء من نيمينج أو سواء من بروبرتي المشروع إضافة تيم أو يعني تشيل واحد من التيم اتسترا وراح نشوفها مع بعض. عندك الأوبشن هنا أنك تعمل فرضا إذا أخذنا أنه أني يعني أي مشروع على سبيل المثال هذا الأول عندك البوسيبيليتي اذا عملت كليك على 3 دوتس يعني يوز از تمبلت فور نيو بروجكت. هذه مهمه جدا لانه شوفوا معي انت عندك استراتيجيه معينه لكامل المشاريع فرضا او خلينا نقول انتو ككمباني او كديزاين كمباني خلينا في السكيل اللي هو سكيل ديزاين كمباني از ا كونسلتنت. عندك as a consultant اختصاصك هو بنايات فيلل مولات على سبيل المثال مولز فيلاز اند بيلدينجز. طيب انت كبيم مانجر او كبيم سبيشاليست او كبدايات الامبلمنتيشن في بدايات الامبلمنتيشن راح تعمل تمبلت خاص بالمشاريع اللي هي فقط بنايات وراح تعمل تمبلت خاص بالمشاريع اللي هي بس تعتبر فيلل وراح تعمل تمبلت خاص اكيد بالمولات. التمبلت وش يقصد هنا بال في تريمبل كونك مش تمبلت اللي هي اللي نعرفها في الريفيت واكيد ما تخفاش عليكم ك اكسبيرتس. التمبلت هي توزيعة الفايلات او بالاحرى الفولدر ستراكشر اول شيء تيم فولدر بيرميشن عندك الفولدر بيرميشن التيم التاجز naming convention وراح اشوف كيف ندخل naming convention based on the ISO 19650 properties set راح اشوفها كذلك which is very very powerful اللي شفناها في البرزنتيشن which called
which called the plugins. Plugins or API, applications programming interface. كذلك في التامبلت عندك قلنا الفولدر ستراكشر تيم. يعني انت اذا كريتت نيو تامبلت او اذا كريتت مثلا او دخلت مشروع جديد عفوا اللي هو بنايه ثانيه، مش ضروري تعود تدخل وتعود تعمله برمجه من اول جديد. عندك تامبلت البنايه انت كريتته اوريدي، بس تعمل يوز يوز از تامبلت فور نيو بروجكت. تمام. ونفس الشيء بالنسبه للفيلل، ونفس الشيء بالنسبه لل المولز على سبيل المثال. يعني تقدر تعملهم بشكل هذا، تقدر تعملهم بشكل هذا، يعني كامل فيتشرز متوفرين في التو اوبشنز. بمجرد ما تعمل كليك، خلينا نعمل كليك نيو بروجكت. ممتاز، ممتاز جدا. طيب نيو بروجكت يقول لك بليز انتر ذا فولوينج ديتيلز فور ذا نيو بروجكت. طيب خلينا نسميه بيم ارابيا، سوري بيم ارابيا بروجكت. طيب ابلود، تقدر تعمل بروجكت فوتو، اي صوره ما يهمش، اي صوره. يو كان تشوز ذا سكند اوبشن، يو كان تشوز بروجكت سيرفر لوكيشن، يعني سواء انت في اوروبا او في نورث امريكا او في اسيا تختار. احنا غالبا في الميدل ايست نختار ايجيا. تمام. بعد عندك البروجكت اونرشيب. البروجكت اونرشيب هي اللايسنس اللي متوفره عندك. تمام. حاليا احنا موجودين في الاونرشيب اوف تريمبل كونكت. لايسنس هو فام هولدينج، يعني قادر يكون او عفوا البروجكت اونرشيب هو مالك المشاريع او صح، او خلينا نقول الشركه احتاج فام هولدينج او اتكنز او بارسنز اتسترا. البروجكت لايسنس زي ما شايفين احنا عندنا تريمبل كونكت بزنس بريميوم، عندنا كذلك الكونكت بزنس اللي هي اقل شوي، وعندنا الفري وان which is انتوا اللي بمجرد ما تعملوا you create account راح تكون عندكم حاجه اسمها البيسك. هي تعتبر بيسك بس فيها فيتشرز كثير، هي مسميها بيسك بس فيتشرز اللي فيها كثير. عندك مور اوبشن، تقدر تعمل ديسكريبشن بسيط which is فيلا على سبيل المثال، جي بلس 1 بلس سيرفيس بلوك. بلس جاراج. جاراج. اوكي. بس يعني مجرد مثال يعني. انا عملت شغلة واحد انتبهوا لها يعني. ستارت ديت. طيب. تختار متى تبدأ يعني الفيلا، سواء يعني عندك 3 options، سواء تحط التاريخ اللي بديت فيه ديزاين، سواء تحط فيه التاريخ اللي بديت فيه الكونستراكشن، سواء تحط فيه التاريخ اللي اول تاريخ دخلت فيه المشروع اللي هو اليوم 14 في الشهر، والان ديت بتقدر تخليها open يعني. طيب ونعمل submit. بمجرد ما نعمل submit البروجكت will be created automatically، وراح يعطيك يدخلك مباشرة على المشروع زي ما شايفين. طيب ممتاز جدا. بمجرد ما تعمل creation للمشروع راح يعطيك user interface بالشكل هذا، يعني راح ينتقل لك من بلاتفورم المشاريع الى بلاتفورم المشروع which is created recently. طيب خلينا نمشي step by step. الستيب الاول هو عنا اكيد البار اللي من فوق اللي فيه اسم المشروع. تمام. معنا زي ما قلنا اللي هو Trimble Connect Application Store. Help the user اللي حتشوفها اللي هي تشوف البروفايل، Account Administration، تشوف Trimble Subscription اللي عندك. عندك حتى التكلة Online Subscription بحكم التكلة تعتبر software من Trimble Connect. مش عنا الثاني، عندك اسم المشروع، ولو تشوفوا معايا انه في سمول ارو، بمجرد ما تعمل كليك تقدر تنتقل من مشروع الى مشروع، يعني تختار view all project، سواء تختار مشروعك اللي هو recently opened يعطيك اخر 5 مفتوحين او اخر 6 مفتوحين، او تشوف view all projects راح يرجعك الاول صفحه فتحت فيها البلاتفورم. خلينا ندخل على بيم ارابيا بروجكت اللي هي الفيلا. طيب
عندنا this the first party. The first party عندك explorer يقولك drag and drop to this folder or create. طيب عندك new folder يعني create new folder. عندك download sync يعني synchronize your project from your desktop أو قلك already download sync. طيب عندك map workspace وين تعمل تحدد اللوكيشن عفوا لل لوكيشن المشروع عن طريق الماب ورك سبيس اللي هو اوتوماتيكلي انتجريتد مع التريمبل كونكت. وعندك سكتش اب موديل باي ديفولت سكتش اب سوفت وير اللي هو بصراحه صار مور باورفول بعد ما صار تحت او بعد ما اشتريت التريمبل كونكت مع جوجل وين صار يعني فيه كثير من الاوبشنز والفيتشرز. تمام اكتح يقرا لك all sketch up extensions by default يعني without sharing ولا without نبدا على creating or create or creation file creation تعمل شيء اسمه add. هنا بمجرد ما تعمل add راح يعطيك نفس الشيء يعني حيعطيك هذه وهذه وهذه حيطلع لك اياها في لسته يعني راح يبسط لك الامر يعني سواء تعمل create folder or upload files. طيب هنعمل نسمي الفولدر هذا نسميه مثلا ديزاين او خلينا نسميه موديلينج 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 او ديزاين فيس بس مجرد مثال يعني ديزاين فيس تعمل submit. مجرد ما تعمل submit the file it will be created automatically modified by whom or created by whom بلال modified on the date size and the tag. حاليا الفايل ما عنده حتى tag. شوفوا الفكرة الثانية بمجرد ما تعمل add أو الفايل الثاني تسميه مثلا beam protocols تعمل submit. بمجرد ما تعمل submit يطلع لك error. طيب شو المشكلة؟ المشكلة انه الـ Trimble Connect small space it's not allowed as naming convention small space. يعني انا وش عملت حاليا عملت add هنعمل create a new file another file نسميه company template. تمام بمجرد ما عملت سبيس اوكي يطلع لي ايرور. بمجرد ما شلت سبيس ونعمل اوكي حيسمي لي الفايل عادي. يعني حذري في التسميات في النيمينج كونفنشن الخاصه بالفايلات او بالنسبه للفولدرز لازم تكون تتجنبوا اي شيء دوت سبيسز سلاش بلاش اي شيء ستار مشان تكون ما تطيحش في مشاكل من بعد وممكن تقول شو المشكله ممكن عندي مشكله في التسميه وتصير تمام. يعني ردوا بالكم من حكاية الـ naming convention أو الفولدر أو الفايلز naming. طيب حاليا يعني for as an example عملت 3 folders اللي هما beam protocols company template design phase. في design phase ندخل على design phase. طيب دخلني حاليا للفولدر وين أنا حنعمل sub folders نسمي sub folder أول architecture submit ونعمل الثاني structure ونعمل الثالث MEP. تمام نعمل الثالث MEP. طيب حاليا انا في وسط الاركيتكتشر MEP structure كيف ارجع الفايل اللي عندي او نرجع التوزيعة الفايل الاصلي او الفولدر ستراكتشر الاصلي. عندك تو اوبشنز يا اما تجي وتعمل كليك على الاكسبلورر اللي موجود هنا او اللي بعده اللي هي ديزاين فيز اوريدي عفوا انت موجود في ديزاين فيز تعمل اكسبلورر لانه احنا عملنا بس تو فولدر وسب فولدر اثنين بس يرجعك للاوريجينال اريا خلينا نقول او the starting point of the folder structure. وعندك الاوبشن الثاني انك تعمل كليك على الاكسبلورر يطلع لك الفولدر ستراكشر اللي عملتها من شوي. تعمل كليك تعمل على الارو هذا يطلع لك الفولدر
ستراكشر عفوا اللي موجود، وتقدر تتنقل ما بينهم بحريه. يعني تقدر تتنقل ما بينهم بحريه بمجرد ما تعمل كليك على ستراكشر يطلع لك كذا كذا، تمام. It's the folder tree. We call this one the folder tree. طيب سكرنا موضوع الفايلات او الفولدرات، خلينا ننتقل للنقطة الثانية، او حكينا يعني كيف نعمل creation of folder or file. طيب عندنا شغلة ثانية اللي هي جيب فايل من برا، مش ما ننساهاش، يعني تعمل add، عندك شيء اسمه upload file. عندك two options، اما تعمل browse وتنزل، خلينا ننزل الصورة هذه عادي. لما تنزل الصورة حين يعطيك يعني small notification انه it's under process، تمام. once it's uploaded يقول لك خلاص راهي تحملت عندك، تمام. وعندك الاوبشن الثاني انك عفوا انك جي وتعمل drag and drop the file مثلا هذا على سبيل المثال، يعني وينها اوكي، وجي وتحط هنا الفايل، عفوا وينها؟ طيب جينا هنا وتحمل الفايل، نفس الشيء، يعني two options، يا اما تعمل drag and drop or تعمل upload from your laptop. طيب شفنا كيف نعمل اكيد الفولدر او الفايل creation، كيف نعمل import الفايل. طيب الشغلة الثانية عندك هنا views. الviews حيقسم لك اياهم، او غالبا يقسم لك اياهم سواء 3D views or 2D views. 3D views و 2D views راح نشوفهم بعد في 3D viewer كيف تطلع 3D و 2D views ولشو راح تستعملهم. طيب عندك حاجة اسمها releases. releases تعتبر من الأشياء المهمة جدا في الديزاين workflow وحتى في الconstruction، يعني في الconstruction phase. releases وش معناها من اسمها باين، يعني انك بعد ما تخلص شغلة معينة، او خلينا نقول بعد ما تجيب الابروفل فروم المنسيباليتي، تعتمد المخططات بالكامل من خلينا نقول بالبلدية، you can put the drawings as a release. يعني خلاص my work it's done. بمجرد ما تعمل ريليز تكون عندك البوسيبيليتي انك تعمل له شير او ترسله الكامل الاطراف او البروجكت ستيك هولدرز اللي هم involved او المعنيين بالامر. اكيد راح نشوفها هذه، احنا نعمل سمول ريليز ونشوف كيف نشيرها مع الـ all the project team members. طيب فرضا انت نسيت ايش عملت، يعني وما تنسوش انه اخر مره حكينا قلت لكم everything it will be traceable، يعني حتكون عندك traceability all the files it will be traceable. كيف تعرفهم traceable؟ حاجه اسمها activity. فرضا انا نسيت البارح شو ارسلت او شو وصلني او 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 او، عندك شيء اسمها activity، راح تشوف كامل الاكتيفيتي اللي عملتهم في المشروع. طيب حيكون عندك سمول فلتريشن للاكتيفيتيز، مثلا اكتيفيتي تايب، سواء مثلا اذا كان الفايلز حيقول لك شو الفايلز ابلودد. فرضا اذا عملت كليك عندك تو فايلز ابلودد فقط، وهذا بالفعل سوينا، عملنا ابلود الصورتين، واحده بالدراج دراج اند دروب اند واحده بالانسرت. يقول لك شو الفايلز ديليتد اور ديليتد، عفوا ما عندي ولا فايل ديليتد. يقول لك مثلا شو الفايلز اللي هما سينكرونايزد، خلينا نشوف معنا ولا واحد سينكرونايزد. راح تكون عندك تريسيبيليتي للكامل الفايلات او كامل الاكتيفيتي بكل سلاسة. فرضا في اليوزرز مثلا تشوف الناس او المستخدمين او ستيك هولدرز اللي دخلوا جداد على المشروع، تشوف يوزر جوين ما كان ولا واحد دخل جديد للمشروع، بس بمجرد ما تبدا تدخل الناس للمشروع راح تظهر عندك الداتا اوتوماتيكلي. تشوف حتى يوزر ليفت، تيم امبورتد، يوزر ريموفد، يعني صراحة راح تكون عندك تتبع الكامل الاكتيفيتيز سواء في المشروع او كامل مشاريع الشركة. يعني هذا من نوع من انواع الفلترز الاكتيفيتيز اللي مهم جدا في تريمبل كونكت. بالنسبة لليوزرز تقدر you can search the user by يعني type in the name، ولا حاليا في يوزر واحد فقط، حتشوف اليوزر يعني حطلع على الاكتيفيتيز
مربوطة باليوزر اللي عمل الاكتيفيتي. يعني مثلا جاك واحد قال لك من التيم ممبر قال لك والله يا ريت تشوف لي متى اخر مرة بعثت الفايل الفلاني مثلا، او متى اخر مرة عملت سنكرونايز، يقول لك والله انا اخر مرة عملت سنكرونايز اليوم قبل ساعة مثلا، تقول له لا ما شفت، تقول اوكي تكتب اسمه وحتطلع لك كامل الاكتيفيتي، تمام، كامل الاكتيفيتي اللي عملها خلال مدة المشروع. طيب you can search by group وتشوف الموديفيكيشن ديت، سواء اليوم yesterday past 7 days past 30 days، تقدر custom date تكتب له التاريخ from to، تمام، يعني يكون عندك filtration الاكتيفيتيز بالكامل. على هذه لما حكينا في الفيرست سيشن كنا مركزين جدا على نقطة الداتا تريسابيليتي، يعني انه اذا قدرت تعمل او كان عندك خطة او اذا كانت الداتا بالكامل الخاصة بالمشروع في الالكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم وفي السي دي تريسابل، مشاكلك بالكامل راح تكون حتتحل بالكامل، يعني حتشتغل بالمرتاح. everything is recorded with the assigned person with the creation date with all the necessary information and data، يعني راح تشتغل بالمرتاح. والاكتيفيتي هذه مهمه جدا جدا خصوصا اذا كان عندك مثلا، نعطيكم مثال بسيط، خلينا نرجع للديتا اكسبلورر. فرضا انا جيت للفايل هذا وبالخطا عملت له ديليت، اوكي سبميت. طيب انا حاليا عملت ديليت للفايل، جينا هنا مثلا تروح للثري دوت وراح نتكلم على هذه، راح نتكلم على هذه دونت بانيك، يعني راح نتكلم على هذه بالتفصيل، بس انا مجرد اكتيفيتي حبيت نرويكم كيف اذا عملتوا ديليت اني فايل او فولدر بالخطا او مش عارف انا، واحد تعمد انه يعمل ديليت للفايل، تجي للثري دوتس وتعمل ديليت سبميت، اوكي. طيب جميل جدا. طيب how we can restore the deleted file أو the deleted files، يعني أنت وصلت للمكتب فتحت أوف لقيت two files مش موجودين، واحد من التيم يعني ها تو بادي في الـ في الـ في السي دي وبالخطأ مسكين عمل delete للفايل، يعني بالخطأ، يعني خلينا نعتبر بالخطأ باش نمشي بالخطأ، الناس كلها تخطأ يعني. طيب تروح الأكتيفيتي انت تقول والله كانوا فايلات عندي البارح موجودين وين راحوا، اوكي حاب تعمل، حاب تشوف ريسيرش بسيط، مباشره اوتوماتيكلي لازم تروح الاكتيفيتي وتشوف الفايلات شو صار بالفايلات. جينا هنا تشوف تقول لك ديليتد فايل، ديليتد فايل كذا، الصوره هذه يعطيك الانفورميشن وتشوف من اللي عمل، من اللي عمل لها ديليت. طيب عندك اوبشن جميل جدا 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 في تريمبل كونكت، انه اذا بالخطا عملت ديليت للفايل تقدر تعمل له ريستور، وجينا هنا تعمل له ريستور، تمام، وراح يسجل لك اياها كاكتيفيتي، تمام، راح يسجل لك اياها كاكتيفيتي، تشوف حتى مين اللي عمل ديليت ومين اللي عمل ريستور. طيب خليه يعمل ريستور براحته. طيب نرجع لشيء ثاني اسمه بمجرد ما شفنا ايوه رجع عنا زي ما شايفين، اوكي لما نروح نشوف الاكتيفيتي من اول وجديد راح تشوف باللي يقول لك الفايل هذا it was uploaded بعد restored وبعد restored. نعم restored it means يعني يكتب لك اياها 4 times، يعني it means that it was deleted، ها زي ما شايفين، وبعد يقول لك restored، راح تشوف حتى مين اللي عمل له delete ومين اللي عمل له restore، تمام، حتكون عندك full control على الدوكيومنتس اللي موجوده عندك، لا تتعب ولا شيء، بس تكون على الاقل يعني you have to be aware about how it's gonna be يعني. طيب الشغله الثانيه اللي هي مهمه جدا بصراحه، اللي انا شايفها من الاشياء يعني very very important بالنسبه للفولدر ستراكتر باشمهندسين، انا عملت اي شيء يعني مازال ما دخلتش في السي دي والفولدر ستراكتر الخاصه بالسي دي، راح نعاود نكريت شيء ثاني من اول وجديد، بس مجرد مثال فقط. تكلمنا على الريليزز، تكلمنا على الاكتيفيتي، ويعني حاولوا تركزوا على الاكتيفيتي، يعني الاكتيفيتي مهم جدا من الاشياء الفيري امبورتنت في التريمبل كونكت. في شيء ثاني اسمه تو دو، تو دو هذا من الاشياء نفس الشيء المهمه
ولاني شايفها بصراحة يعني راح تسهل عليك شغل كثير من ناحية التاسك، من ناحية عفوا التاسك assignment. طيب فرضا فرضا كبيم مانجر أو كبيم كوردينيتر كان عندي تاسك حبيت نكلف به ديزاين، خليني نقول structural team or architectural team or MEP team. طيب how can I assign a task؟ سهلة جدا في Trimble Connect، تروح لشيء اسمه to do. طيب روح لحاجة اسمها new ونعمل create to do title مثلا على سبيل المثال walls detail design، مجرد مثال فقط. description dear all kindly provide the detail design for external، مجرد مثال فقط، external walls. اوكي make sure to be LOD 350، مجرد مثال فقط، او نخلوهم 300 بس عفوا. طيب regards. طيب assign هو الاساين، هنا تصير عندك الكنترول للتدو. انا حاليا ما عنديش تيم صراحه، ما عنديش تيم في النيو بروجكت، بس راح نشوف اللايف بروجكت اللي هو الكيس ستادي، راح اشوف يطلع لي تيم وكيف او كان اي اساين. حاليا عندي بس اللي هو بلال، وتقدر تضيف ناس، وتقدر يو كان انتر يوزرز جروبس اد مور ديتيلز. البرايوريتي تحط التودو برايوريتي. انا حاليا محتاج انهم يعملوا لي الديتيل ديزاين بتاع الاكسترنال وولز. بعت للاركيتكتشرال تيم سواء جروب او 2 اور 3 يوزرز على حسب التيم اللي عندك، وتعمل برمجه للتودو. اتس لايك تاسك. طيب عندك شيء ثاني شولس، اذا عملت اد مور ديتيلز تقدر تكتب البريوريتي كريتيكال هاي نورمال لو، خليها هاي. ديو ديت انا محتاجها مثلا ديتيل ديزاين، محتاجها الاسبوع او بعد 5 ايام، وحتى اي طيب يوم الخميس. التايب وش تسميه هذا؟ تسميه انكوايري، يعني عندك ديفرنت انكوايريز. مثلا عندك الكومنت، عندك انديفايند، ايشيو، ريكويست، فولت، انكوايري، كلاش، ريمارك، لانه كامل هذا من الاشياء راح يطلعون لنا during the design workflow or design stage او حتى الكونستراكشن stage or phase. فرضا انا حاليا قلت لهم ابعثوا لي الديزاين، اكيد راح يكون اما request or inquiry. في ناس ريمارك مثلا، خلينا نقول مثلا request. اوكي وتاج حتسميه تاج اللي هو architectural تاج، تعمل اوكي. بمجرد ما تعمل اوكي راح تسجل عندك التاج اوتوماتيكلي في السيستم او في 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 تمبلت المشروع. تمام، لو تتذكر قلت لكم يو كرييت ا بروجكت بيز اون التمبلت، وش معناها؟ حتى التاجز هذو راح يروحوا معك للمشروع الجديد باي ديفولت. يعني بمجرد ما تعمل اي راح تطلع لك اوتوماتيكلي من الاسفل، راح تطلع لك اوتوماتيكلي من الاسفل عفوا اركيتكتشر. طيب سيف، بمجرد ما تعمل سيف، بمجرد ما تعمل سيف راح توصل نوتيفيكيشن. مش عارف اذا شايفين يا جماعه او لا، راح توصل نوتيفيكيشن. مش عارف يا جماعه شايفيني او لا، راح توصل نوتيفيكيشن. اوكي عارف مشكل في الويب كام. اوكي مش مشكلة، حفتح لكم الايميل وتشوفوه يعني. طيب خلينا هذا هايت سايف سيلف فيديو. اوكي راح توصل نوتيفيكيشن على الايميل، خلينا نفتح الايميل. اوكي
بمجرد ما تعمل او مجرد you create to do task هتوصل لي انا notification على الايميل. انا وين اللي ارسلتها؟ ارسلتها لبلال. yes this one هاي ليكو. هذه يقول لك خليني نعمل هايد. اوكي يقول لك Trimble Connect. هاي بلال you have been assigned. Please click the button below to view to do. يعني انا واحد من team members على سبيل المثال team من team members وصلني to do مع عند البيم manager او مع عند البيم coordinator. تمام. The title which is wall detail design description. اذا كنا team حصلنا بالكامل على سبيل المثال. وزي ما حكينا في اخر او اول session انه emails راح ترتاح من حكاية الايميل. يعني بمجرد ما تعمل to do راح يوصلني ايميل اوتوماتيكلي على الجيميل او على اي ايميل بلاتفورم وراح يوصلك نفس الشيء على Trimble Connect بلاتفورم. زي ما شايفين التايتل اللي هو Walls Detail Design Description حتشوف الديسكريبشن نفس الشيء اللي كتبته انت وديو ديت والتايب ريكويست وتقدر تعمل فيو تو دو فروم هير. بمجرد ما تعمل كليك راح تفتح حسابك اللي موجود على Trimble Connect وتشوف to do assigned to you. تمام. هذه بالنسبة لحكاية to do. To do بصراحة تقدر تستعملها في أشياء كثير during the construction phase زي ما قلنا during the design phase. فرضا حاليا اعتبروني أنا design team أو architectural modeler. وصلني التودو، فتحت التودو. بمجرد ما افتح التودو يعني لما اعمل كليك على التودو افتح التودو تطلع لي بالشكل هذا. اوكي طيب حكيت مع التيم او الاركتكتشرال تيم مودلرز عفوا قلت لهم كذا شو نسوي كذا. اوكي تفهمنا. بمجرد ما نخرج على او نتفق على شيء تمام لازم نرجع على البيم مانجر او على البيم كوردينيتور او على الشخص لي عمل لي اساينمنت واعطاني تاسك لازم نرجع له باي كليكينج هير. هتطلع لك زي البروبرتيز تو دو بروبرتيز باليت. تمام حنبدا من الفوق وننزل. طيب التو دو فرضا اذا كان عندك 100,000 تو دو او 50 60 تو دو يو كان اكسبورتد از اكسل يو كان اكسبورتد از بي سي اف. وراح نشوف البي سي اف متى نستعملها. نستعملها لما نكون شغالين على 3D view يكون عندك مشكل او issue في 3D model during the model checking and validation. يعني you can export it to Excel. بمجرد ما تعمل export to Excel تطلع لك شغلة هاي يقول لك your file it will be ready we're gonna send you a notification once it's been ready. يبعث لك على الايميل الاكسل شيت اللي فيه كامل to do assigned to you. تقدر تعمل filtration نفس الشيء للto do by group by users by status by priority. فرضا هذه critical هل عندي to do critical ما عنديش حيعطيك زي color coding للpriority للto do list. انا عندي high to do واحد اللي هو high priority. تقدر تعمل filtration نظم حالك نظم تعمل خلينا نقول classification للto do تعملها filtration ترتب حالك وبعد تعمل لهم export وتعملهم عندك في البيت ولا تحطهم عندك as reference. يعني وعندك التايب it's assigned to me created by me unassigned unassigned هذه حنحكي لها ما بعد انها مهمة جدا. طيب بمجرد ما تعمل كليك اوكي بمجرد ما تعمل كليك او check mark على to do تطلع لك to do properties list. طيب شو فيها هذه دقيقة بس احنا نروح الايميل. وصلت لي notification من Trimble Connect يقول لك خلاص يقول لك بيم Arabia project excel export has finished processing click the button to download it etc etc etc. تعمل download للإكسل عفوا طيب اوكي سكر علينا هذا ونفتح الاكسل شيت وراح يكون بالشكل هذا. راح يكون تو دو التايتل
راح يكون بالشكل هذا: title, description, type, request زي ما حكينا, modified on, مين اللي عمل لك last modified created, وتحتاجهم انت كرفرنس. بعد تخيلوا معي بعد 100 task كذا, يعني شغل كبير يعني بصراحة, انه جميل انه الواحد تكون عنده list with the tasks which is done, which is in progress, etc, etc, etc. يحتاجها مستقبل, ممكن يطلبها من عنده CEO او غيره. بس حابين نشوف فقط شو نوعية الإكسل اللي حيطلع لك. تمام, نرجع للإكسرسايز أو نرجع للوركشوب. طيب, بمجرد ما تعمل كليك أنا ديزاين أو الأركيتكتورال مودلر, يصل لي بالشكل هذا. لما يوصلني هتطلع لي شغلة جديدة اللي هي status and completion. خلاص, أنا كبي مانجر أو كورديناتر أو سبيشاليست أو VDC مانجر, أعطيت التاسك للتيم. أنا وش حنعمل؟ نعمل كليك لهذا, اوكي, ونجي الكومبليشن او نجي الستاتوس, نقول له خلاص اتس ان بروجرس. تمام, يعني راني بديت فيه. او تكتب له ويتنج, بس لازم تكتب له في التعليق ليش ويتنج, يعني تعقبله عليها بالتعليق. واذا خلصت الايشيو تكتب له دان. تمام, واذا كلوزد اتس كلوزد, يعني لأسباب تعرفها أنت بس, أو your team member or the beam manager or الشخص اللي يعمل لك assignment. طيب, خليها مثلا in progress. Completion by percentage, فرضا أنت وصلت ل 75%, خليها 75%. تمام, assign tag, okay, save tag with the same level already exist in the project, no problem. تمام, أنا عملت 75%, ونكتب له comment. نكتب له كومنت ونقول له dear sir, task already in progress, يعني مش عارف انا اي شيء قاعد نقول, يعني regards. تعمل كومنت, وتقدر تعمل له attachment, screen shot, اي شيء من عندك بترينبل كونكت, يعني قدر تكون شغال على الموضوع وتعمل له سكرين شوت او اي شيء, او تعمل له لينك معين او من الويب سايت, او ممكن طلب منك مثلا قال لك بليز جيف مي ذا تكنيكال داتا شيت اوف عفوا دبليو سي, او اي شيء تعمل له انت الويب سايت, تكتب له دبليو سي كذا ار ووتر كلوزت مثلا راك سيراميك على سبيل المثال, مجرد مثال فقط. يعني تكتب له تعليق هنا, كانسل عفوا, وتعمل كومنت. بمجرد ما تعمل كومنت, اوكي, بمجرد ما تعمل كومنت حيوصلني انا ايميل كبي مانجر انه او بي كوردينيتر انه التاسك assigned task it's in progress. ها, وصلني ايميل زي ما شايفين, يقول لك بيم عربي, عفوا دقيقة بس, هذا ايميل للإكسل, عفوا يعني استنى لي شوي. تمام, اوكي, راح استنى شوي, راح يصلني ايميل يقول لي انه التاسك تحول الى 70% واتس اوريدي ستارتد, وراح يوصلني ايميل نفس الشيء انه بعث لك التيم ممبر كومنت. شايفين حلاوة الكوميونيكيشن ثرو ذا سي دي, يعني راح تخفف عليك وقت كبير, وحتصير تحكي وتعمل الشات with the professional way through the CD or the electronic document management system. وهذا اللي كنت نحكي عليه في الكوميونيكيشن and الايميلينج سيستم or process. خلينا نشوف ليش ما وصلنيش الايميل. ممكن اوصل لبلال هذا لانه يعني عندي ايميلين. لا, خلينا نعطيه بس شوية وقت وراح توصلني notification. طيب, during the project, أو during the CD أو برمجتك للCD اللي هي Trimble Connect, مرات تكون عندك مشكل في notifications. راح أقول لكم كيف تحلوا الموضوع, بس حاليا ما عندناش مشكل في notification, بس ممكن اللهم تأخرت شوية بسبب النت أو شيء من هذا القبيل. إذا وصلك زي ما حكينا, إذا وصلك خلينا نقول to do or task, أنتم عارفين حاليا كيف
تشتغلوا على تودو كيف تسكر الموضوع، تقدر تعمل اتاتشمنت للتودو من هذه زي ما حكينا، سواء من اللابتوب او سواء من عند السي دي اتسلف او زي ما حابين يعني. تقدر تعمل اتاتشمنت حتى للكومنت اللي عندك from that you are يعني بديت في الشغل يعني شغال عليه، وتقدر تقول سي اكتيفيتي اللي سويتها في التودو هذا على سبيل المثال. خلينا نشوف الاكتيفيتيز اللي صارت في التودو. يعني اكتيفيتيز اور اكتيفيتي تعمل تريس الكامل الشغل سواء تودو مش تودو. يقول لك اول شيء يقول لك اد تودو، ثاني شيء يقول لك تودو اديتد ليبل، تمام، وبعد يقول لك اخر شيء انه كومنت ادد فور تودو، يعني حتتبع حتى تودو شو سويت في التودو. عندك البوسيبيليتي انك تعمل تشوف الاكتيفيتيز اللي تمت في التودو. عندك شيء ثاني تقدر تعمل ديليت عفوا، وتقدر تعمل تاج تضيف لها تاج ثاني اذا كان مثلا ستراكشرال اند architectural tag، تقدر تضيف التاج يعني وتعمل سيف. اوكي تمام، وتعمل uncheck. بمجرد ما تعمل uncheck بعد ما تعدل يطرح لك status which is in progress، وتشوف انه priority height etc etc. وهكذا كل ما عملت to do، كل ما عملت assignment للtask، عندك ال possibility انك كل options اللي تختارها، وراح نشوف يعني واحنا شغالين في مشروع راح نشوف شو البوسيبيليتيز اللي نقدر نعملها تو دو. نمشي للشغله الرابعه اللي هي التيم. اوكي، عندك تو واي اوف كرييتينج التيم او ادينج جروب، سواء تعمل انفايت بيبل تو بروجكت. وش تعمل؟ تكتب ايميله فرضا، خلينا نقول architect بلال دي دي gmail.com. اوكي طيب، شوفوا جماعة في مشكلة صح، مش راضي يعطيني انفايت، لازم تعمل له انتر. بمجرد ما تعمل له انتر يعني انت قابل الشخص هذا يشتغل معك، بس الايميل فيه خطأ لانه عملت ال architectural بلال دريدي gmail.com. اوكي اعمل له انتر. بمجرد ما عملت له انتر خلاص صار داخل الداتا. زيد ندخل شخص ثاني اللي هو بلال، سامحوني انا ما عندي كثير من الايميلات البربس التعليم يعني gmail.com. انتر تمام، خلاص دخلت شخصين باي ادين دير ايميلز. نعمل انفايت، عندك الرول تحطهم ادمن او يوزر، خلهم يوزر حاليا، خلهم يوزر. ليش؟ لانه الادمن راح تكون عنده البوسيبيليتي انه يعمل تو دو، يغير الفايل بيرميشنز، يعني الادمن خليك او حاول تكون حذر في اختيار الادمن، لانه الادمن لازم يكون نفس تفكيرك نفس خلينا نقول استراتيجيتك مشان ما يخرب لكش الشغل او خطه العمل الخاصه بك. يعني خلينا نقول for the moment we keep it like user. تمام، راح يوصلهم ايميل اوتوماتيك للناس هذو اللي بعث لهم ايميل. خلينا نشوف ايش عندي مثلا بلال ارك، هذا هل وصلوا انفيتيشن عند المشروع؟ مازال ما وصلوش. هذا خلينا نشوف شخص ثاني وينه. اي وصلني على التليفون بس مازال ما وصلنيش على اللود. طيب خلينا منه هذا بلال ارك، خلينا اناظر. طيب عشان نشوفه بس وينه باركتكتور بلال. لا مش موجود. طيب اوكي، راح نشوف هل وصلت الانفيتيشن الاركتكتور الاركتكت بلال دي. اوكي ممتاز، هاي لكم الانفيتيشن، توصل لكم انتم كانفيتيشن الى لكن انفايتد للمشروع. تعمل كليك يقول لك you have been invited to join a project on Trimble Connect. اسم المشروع هذا هو بيم ارابيا بروجكت. باي هوم؟ مين اللي ارسل لك الانفيتيشن؟ هو بلال دريدي. يقول لك you can also access this project from the projects page on the Trimble Connect.
تمام. يعني حاليا انت جاتك انفيتيشن عشان تدخل في المشروع، ولازم يكون عندك حساب في تريمبل كونكت. هذا بلال ارك، مش عارف ليش ما وصلتوش الانفيتيشن، ممكن راحت الايميل بالخطأ، لا علينا. على كل حال، طيب برغم انه ها اوكي، زي ما شايفين انا دخلت الايميل بالخطأ، دخلت الايميل بالخطأ. اوكي طيب، عفوا انا مدخل ايميل مش جيميل، اتس جاميل. على كل حال طيب، نقدر ريموف اكتيفيشن ايميل. اوكي تمام، هذه كيف تعمل هاو يو كان انفايت بيبل تو ذا بروجكت. طيب خلينا نعمل جروب نسميه architectural team. نفس الشيء اذا عملت سبيس وعملت اوكي okay, مش راح يكريت لك التيم مباشرة بعد ما تخلص الاسم. بعد ما تخلص الاسم اعمل اوكي okay مباشرة. الجروب الثاني structural team. اوكي الجروب الثالث اللي هو الام اي بي تيم. طيب خلينا نغير ال شو اسمه اسم التيم او رينيم جروب ونخليه اوكي كابيتال احسن، لانه بصراحه طلع مش مليح يعني. طيب وش عملنا؟ رينيم جروب اوكي ستراكشرال تيم سيف. حاليا عندك all the project members وعندك الجروبس. طيب انت عندك التيم members اللي هم موجودين في المشروع. فرضا بلال هذا حاب you have to add it، يعني حاب دخله الجروب. وش عندك؟ عندك two groups حاليا. بمجرد ما تعمل له structural group team او structural team، تعمل له add، يصير بلال موجود في structural team، وراح تشوفه باللي ينضاف one user structural team. تمام، تعمل كليك حيطلع لك بلال انه داخل في structural team. هذا مثال بسيط كيف تعمل او كيف how you can create a team, how you can invite members to your project. خلينا نشوف بس شو قادرين نعمل في التيم كموديفيكيشن وكذا. بمجرد ما نعمل كليك او فرضا خلينا نعمل invitation جديدة، خليني نعمل invitation جديدة لشخص ثاني، لأنه بلال آرك هذا عملنا له invitation بالغلط gmail.com. المفروض توصلوا invitation اوكي طيب، مفروض بلال آرك توصلوا invitation. خلينا نشوف، إذا ما وصلتوش معناها منحوس يا خوتي، ما عنديش راح نعمل له. شفتوا مشكلة في الإيميل هذا؟ بلال آريك جيميل، بلال آريك جيميل. المفروض وصلته الحين، خلينا نشوف. يلا 1 2 3، أوب هاي الانفيتيشن. طيب وصل لهذا الانفيتيشن لبلال آريك، زي ما شايفين نفس الشيء اللي وصل اليوزر الأول اللي هو آرك بلال. طيب هذا بلال آريك، أو خلينا احنا عرفنا كيف من اليوزر كيف نغير له او نحطه في الجروب، صح؟ طيب الشغلة الثانية كيف من الجروب نحط يوزرز، نعمل add people to group ونكتب بلال اريك، بس ما يطلع ليش؟ ليش؟ لانه بلال مازال ما عملش الاكتيفيشن. على كل حال خلينا نقول .com، عفوا ما يطلع لكش، يقول لك result not found لانه بلال ما عملش الاكتيفيشن اوريدي. طيب وش حنعمل؟ فرضا هذا الاركيتكتشرال تيم او البروجكت يوزرز، نقدر نغير له الجروب تاعه ونخليه هنا مثلا add to group ونحطه في الاركيتكتشرال تيم. بس اذا عملتوا اكتيفيشن بعد ما يوصلكم الايميل، شغله بسيطه جدا، نجي الاركيتكتشرال تيم وتعمل add members وخلاص، سهله يعني. اوكي وصار الاركيتكتشرال تيم عندنا يوزر وستراكتشرال تيم عندنا يوزر. طيب شو وش عندنا ثاني؟ كليك على الجروب. وش عندنا ستيتشوس اللي هي اكيد عندك الفلتريشن، وين تروح يتبعك الفلتريشن. على سبيل المثال اذا جيت لاول ممبرز
بروجكت ممبرز. خلينا نشوف الناس اللي مازال ما قابلتليش الانفيتيشن اللي عندي، نعمل اكتيفيشن بيندينج. طيب وش بيه هذا؟ اوكي عاود تعمل له ريسنت اكتيفيشن ايميل، ممكن بالخطا مسكين ما شافش الايميل، عاود ابعث له ريسنت اكتيفيشن، اعمل له ريسنت اكتيفيشن ايميل مشان ينتبه مره ثانيه ويقدر يدخل معك في التيم ممبر. تمام. وش عندنا؟ عندنا في الجروب ستيتوس اللي هما شوفوا الناس اللي ريموفد. اوكي معنا ولا واحد ريموفد. تمام. بقدر اصلا اللي هو البندنج يو كانوت دو ات، يعني يو كانوت خلينا نقول اتس نوت ريموفد، يعني لانه خلينا نعمل له ريموف. وش مو هذا؟ عفوا لا. طيب ريموف فروم بروجكت، يس ريموف ايميله بالغلط يعني، والان نخليها عندي. راح يطلع لك ريموفد، اذا عملت ستيتوس ريموفد حيطلع لك من هون الناس اللي ريموفد فروم ذا بروجكت. راح تكون عندك فول تريسابيلتي للتيم ممبرز اور ذا تيم اور للبروجكت جروب، وراح تسيطر، راح تكون عندك تحكم اكثر ومور كنترول على التيم ستراكشر. تمام. باي رول تشوف من هو اليوزرز، كامل يوزرز اكسبت بلال. شوف الادمن، هذا الادمن. ان شاء الله بس بكون سريع يا جماعه لاني نحاول اني نعطيكم اكثر قدر مستطاع من المعلومات. طيب تقدر تعمل اكسبورت للليست اللي عندك للتيم ممبرز اور الجروبس تو اكسل. وتقدر الشغله الثانيه اللي هي يعني جميله جدا، تحضر التيم ممبرز من الاكسل، اسمه تبدا بالايميل اسمه والرول، وتعمل امبورت فروم اكسل. تمام. وتعمل امبورت فروم اكسل. بصراحه نسيت نحضر ليست يعني للتيم، والا بمجرد ما نعمل امبورت فروم اكسل راح يجي اوتوماتيكلي ينزل عندك هنا. يعني لازم تكون متاكد انك تكتب الايميل، تكتب الرول، وتكتب الاسم الخاص به. تمام. تعمل import from Excel ينزل مباشرة عندك هنا. يعني عندك two options، يا اما تعمل import او export. ال team members or group members or الجروب اللي عندك في البروجكت، عندك two ways of creating the group by importing from Excel or تقدر تكريتها مباشرة من البلاتفورم. خلينا نروح للسيتنجز. في السيتنجز اوكي، في السيتنجز عندنا البروجكت ديتيلز. في البروجكت ديتيلز اوكي، في البروجكت ديتيلز حيطلع لك اسم المشروع، البروجكت اونر شيب، مالك المشروع مهما كان اسم الشركه يعني، السيرفر لوكيشن، الكريتد تايم، الوقت اللي عملت كريشن للمشروع، مين اللي عمل كريشن للمشروع، من المسؤول وكذا. تشوف سايز المشروع، عدد الفولدرات اللي فيه، عدد الفايلز وعدد اليوزرز اللي فيه. راح تشوف ستارت ديت. تمام. راح تحط الاند ديت، اذا ما حطيتهاش في الاول تقدر تحطها يعني في البروجكت ديتيلز عادي، وتعمل سيف تشينجز. ديسكريبشن، اذا عندك حاب تغير الديسكريبشن مثلا، ممكن ديسكريبشن تاعك عملتها على السريع في بدايه الامر، او ظهر لك مثلا انه المشروع مش فيلا، ممكن حتكون بنايه، تغير بس الديسكريبشن، تغير فقط الديسكريبشن وتحطها وتعمل سيف تشينجز. تمام. ولا you can simply leave the project. You can simply leave the project اللي هو automatically راح it will be deleted and cancelled. تمام. نجي الفكرة أو الجزئية notification، هذه مهمة جدا. notification مهمة جدا. قادر أنت يعني وتتدخل في معلومات المشروع، يجيك واحد من تيم ممبر يقول لك استاذي انت ما بعثليش انفيتيشن، ما بعثليش تودو، ما بعثلي ولا شيء. انت عندك في السيستم انك بعث تودو، بس هو ما وصلتوش الايميل، ما وصلتوش، ما نحكيش على البلاتفورم. هنا تقدر تتحكم في كامل النوتيفيكيشنز. You will be notified for every single activity in the Trimble Connect، سواء انا حملت فايل على سبيل المثال باي ديفولت هي وش موجوده هنا، الفيوز وش يقول لك؟ راح تجيك نوتيفيكيشن بمجرد ما تعمل فيو اساينمنت على سبيل المثال، راح تجيك نوتيفيكيشن بمجرد ما يطلع لك كلاش اساينمنت، راح تجيك نوتيفيكيشن بمجرد ما
تعمل to do assignment زي ما شفنا مع بعض من شوي. بمجرد ما عملت to do assignment وصلني ايميل. اذا عملت uncheck مش راح يوصلني ايميل. تمام؟ اذا عملت delete to do مش راح يوصلني ايميل. تمام؟ لاني مش عامل شو اسمها check. تمام؟ طيب الكومنت مشان تكون الكومنتس ايه لو تذكرتوا انا عملت كومنت على to do من شويه ما وصلنيش ايميل. ليش؟ لاني مانيش عامل كومنت ادد نوتيفيكيشن، يعني ما عملت لهاش تشيك. لو كنت عامل لها تشيك بمجرد ما نعمل كومنت راح يوصلني. بصراحه راح يسهل حركه الكوميونيكيشن بطريقه عجيبه بصراحه. يعني انا شايفه انه بمجرد ما نتعود عليه حتكون between all everything all the project it will be between your fingers. خلينا نقول تمام. other project updated or project renamed مثلا اذا كان project updated من project details احطوص لك notification automatically. انت بعد مثلا فرضا على سبيل المثال تتحكم في حركة الإيميلات، يعني مش بالضرورة أي شيء يصير في تريمبل كونكت أو في السي دي بصفة عامة توصلك إيميل، راح تحكي يصير عندك ضغط في الإيميلات. يعني تتحكم مثلا يهمك أنك تعرف الفايلات which is الفايل which is uploaded، يعني يهمك تعرف لازم تعمل notification، لازم نعرف الفايل داونلود، يعني لازم حاب تعرف مهم جدا أنك تعرف مين اللي حمل الفايل اكيد، لانه اذا ما عرفتش مين اللي حمل الفايل مشكل. لازم تعرف مجرد ما توصلك نوتيفيكيشن تكون عندك تتبع لحركه الفايلات. سينكرونايز هذا مهم جدا. سينكرونايز لازم تعمل نوتيفيكيشن، لانه بمجرد ما يعملوا الاستراكشرال تيم سينك لازم توصل نوتيفيكيشن الاركيتكتشرال تيم باللي يعملوا سينك، باش الاركيتكتشرال تيم بدورهم يعملوا سينك ويكون الموديل عندهم الاثنين، يعني ابديتد عندهم الاثنين وموجود في تريمبل كونكت. الفايل تشيك اوت فايل تشيك ان، فايل تشيك اوت فايل تشيك ان اوبشن او فيتشر رائع 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 جدا. يعني في الفايل تشيك اوت وانت شغال على الفايل على ريفيت موديل على سبيل المثال، قبل ما تسكر تريمبل كونكت او قبل ما تطفي اللابتوب وانت طالع تعمل تشيك اوت. لما تعمل تشيك اوت ذا اذر تيم ذي كان نوت دو ذا سينكرونايز، لانك ما خلصت شغلك. بمجرد ما تعمل تشيك ان، يعني او اذا عملت تشيك ان وانت طالع، يعني قبل ما تطلع وتسكر تعمل تشيك ان، تيم لما يعمل سينكرونايز راح يوصلهم اخر تحديث حصل لك في المشروع. يعني هذه فايل تشيك ان وتشيك اوت راح نشوفها اكيد، راح نعمل موديفيكيشن بسيطه في 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 موديل من المودلز اللي عندنا وراح نشوف. يعني فولدر ادد فولدر ديليتد، يعني حتوصلك نوتيفيكيشن. يهمك مثلا فرضا انك تشوف شو الفولدر اللي تم تحميله من المشروع توصلك نوتيفيكيشن. اليوزر على سبيل المثال يوزر ليفت مهم جدا، انا شغال وبعد فجاه يوزر من اليوزرز راح لي من المشروع، يعني خرج من المشروع مش عارف انا، توصلني نوتيفيكيشن مش تقدر انا نتواصل معه شوف شو المشكله. ريليزز على سبيل المثال مهم جدا، انه ريليزز او اشياء اللي خلصت وصارت ريليز انبوكس ريليزد يهمني اني نعرف توصلني بالايميل. على ما اظن اخذتوا فكره وفهمتوا برنسيب النوتيفيكيشن. عندك اكيد اليونتس. اليونتس عندك الاوبشن ما بين متريك الامبريال، عندك الصفرين بعد الفاصله، عندك بالباي مليمتر باي متر. هذه ليش؟ لانك تحتاجها بعد في 3 دي فيور. اوكي باي كيلومتر هذه ممكن في مش ممكن، هذه في شو اسمه في الرودز في التانل في الانفراستراكشر اكيد، يعني ممكن تستعملها في هذه. وخلينا احنا بالميتر، او اذا حاب تشتغل بالمليمتر نفس الشيء، يعني ما يهمش، على حسب انت تعودك على اليونتس اللي تشتغل بها. يعني الويت بالتون ديجريز، عندك السكوير متر، عندك زي ما قلنا رقمين او تقدر تعدل الكيوبيك متر نفس الشيء، تو نمبرز التون اتسترا. طيب اليونتس خلينا نشوف اليوزر بيرميشنز. طيب في اليوزر بيرميشنز زي ما حكينا احنا عندنا تو تايبس اوف يوزرز، عندنا الادمن وعندنا اليوزر. عندك في التو دو فيزيبيليتي وعندك في البروجكت ممبر انفيتيشن. صلاحيه الادمن انه يقدر يقول لك على سبيل المثال نانا، او يقول لك نانا تشوز هاو بروجكت يوزرز ويل سي تو دو، يقول لك شيرد
to do visibility default, يعني to do will be visible to all users in the project. لا يعني انا مثلا انا حاب نعطي to do وتاسك معين الواحد من التيم ممبر مش ضروري الناس كلها تشوف. يعني خلينا نغيرها هنا، يعني to do will be visible to project administrators فقط، to do creator and assignees to in the project، يعني assigned person هم اللي راح يشوفوا to do، والto do creators اللي هم by default يعني automatically الadministrators هم اللي راح يشوفوا to do فقط. The other team members مش راح يشوفوا to do. يعني if I'm not assigned why should I show other to do's list يعني صح. The project member invitation يعني choose who can invite other to the project، يعني allow all users to invite new project members. لا في الحالة دي حتصير فوضى، يعني الناس كلها تصير تعمل invitation لكامل team members with no control with no restriction. يعني لا خلينا بس allow only project administrators to invite new project members، يعني في الحالة هذه تصير تتحكم أو الadministrators فقط، الadmin فقط هو الadmins عفوا هم فقط اللي عندهم الحق يشوفوا التدو، عندهم الحق يعملوا invitation للmembers new members. تمام. قد آخر شغلة اللي هي synchronize. جماعة احنا بس تكلمنا 5 أو 10% على Triple Connect، يعني بصراحة أنا حاب نعطيكم كامل التفصيل عليه، يعني بالتفصيل مش ممل، يعني إذا كان ممل أكيد ولا حد فيكم يحضر، بس نحاول نعطيكم قدر المستطاع. طيب بالنسبة للسينك، سينك سيتينجز عندك الفايل أبلودز. شوفوا زي ما حكينا من شغلة الفايل تشيك أوت، Enable Automatic File Checkout When Uploading a File. الأبلودينج فايلز ثرو ذا سينك راح نشوفها مع بعض، يعني هذه مش راح نتكلم عليها حاليا، راح نشوفها بس لما نروح للسينك. زي ما شايفين انه رابط السينك بالتشيك اوت، زي ما حكينا التشيك اوت والتشيك ان. تمام. لانه انت لما تشتغل في ديزاين، خصوصا في الديزاين او موديلنج انفايرمنت او ديونينج ديزاين فيز، راح يكون عندك تشيك ان وتشيك اوت وتو ماتش سينكرونايزيشن بين ذا 3 ديبارتمنتس اللي هما structural team, architectural team and MEP team. وراح تكون في synchronization عفوا ما بينهم الثلاث through the shared file. راح نشوفها مع بعض يعني. Exclude files and folders. طيب choose the types of the files or folders that should be ignored during upload or synchronize process. شوفوا مرات لما تعملوا synchronization يعطيك مثلا وانا شغال على الريفيت، فرضا انا شغال على الريفيت، بعد ما خلصت الريفيت وعملت سيف، عملت سيف ورحت للسينك وعملت سانكرونايز، لما اعمل سانكرونايز يجيب لي الريفيت معها الباك اب فايل. مش ضروري يعني، مش ضروري تنزل لي الباك اب فايل عند في السيرفر بيزد ولا في الكلاود، تعملها تشيك اوت اور تشيك اوت. نعم يعني انتشيك عفوا انتشيك. فرضا عندك سكتش اب عفوا باك اب فايل، ما نحتاجوش هذا سكتش اب، نحتاج بس السكتش اب اتسلف. اذا حبيت نعمل انا باك اب من بعد انا احط الايرور فايل، مش ضروري يعني في الحاله هذه. واعمل لك تشيك دع كامل الفايل او الفايل عفوا اكستنشن وما تبعه، يعني انت مشان ما تثقلش عليك الموديل عفوا يعني ما تقلش او ما تكثرش الفايل او الفايلر كونتنت فولدرات او شوفوا كحط لك حتى التمبرري فايلز، يعني مش ضروري يعني بصراحه مش مهم انك تحط تمبرري فايل، يعني باك اب دايركتوري ثامز هذه مفروض ما تكونش. يعني انت بعد شوف على حسب استراتيجيتك او على حسب اذا شايف انه هذا مش مشكله خليه زي ما هو، يعني لك الحرية التامة، لك الحرية المطلقة. طيب طيب خلصنا يعني شوية من المقدمة، مش عارف أنا الموجزة أو الكبيرة، مقدمة الموجزة عن Trimble Connect. خلينا نروح لشغلة مهمة جدا اللي هي داخلة في برمجتك للTrimble Connect before you start operation in TC or in the CD. تروح لشغلة اسمها أول شيء خلينا نشوف الكاونت، خلينا نشوف ماي بروفايل وش فيه البروفايل، الورك
لينكد اكاونت عفوا، تشوف الكونتاكت انفورميشن، الفون نمبر، بمجرد ما تغير شيء تعمل له سيف، ممكن تضيف صوره هنا عادي، بروفايل عادي زي اي بروفايل يعني في اي حساب. تمام، عندك الاكاونت ادمنستريشن. طيب الاكاونت ادمنستريشن اللي حتطلع لك كامل الاكاونتس اللي موجوده عندك او كامل الحسابات اللي كريتها. انتم شايفين انا عامل بزنس اكاونت عادي، عندك بزنس اكاونت تكله اونلاين، وعندك انتربرايز اكاونت. انتربرايز اكاونت هو اكبر اكاونت او اخر واحد يعني اللي هو بزنس بريميوم. طيب في شغله مهمه جدا ونتمنى انه تكله يعني، لانه عندك بالنسبة لتريمبل كونك إذا اشتريت البلاتفورم من عند تيكلا مش نفس الشيء لما تشتريه من عند تريمبل كونكت. طيب في خلينا نقول شو نقول له سيلر معتمد يعني سيلر للتريمبل كونكت برودكتس في الميدل إيست من تيكلا مباشرة، هذا ما يعطيكش البوسيبيليتي إنك تعمل حاجة اللي اسمها ميتا داتا. طيب هذه احنا اول الامر اشترينا التكلة من عند تكلة السي دي اللي هي تريمبل كونكت سي دي، بس المشكلة انهم ما عندهمش الاوبشن اوبشن الميتا داتا او النيمينج كونفنشن. راح تقولوا لي شو السبب صراحة ولا ما بعرف، يعني مفروض تكون نفس البلاتفورم يعني نفس الشيء. يعني صرنا بعد كثير من الايميلات اللي ارسلناهم للتريمبل كونكت كومباني اعطونا انتربرايز اكاونت دايركتلي من عند تريمبل كونكت. طيب في مرحله برمجه المشروع او برمجه البلاتفورم او في مرحله تهيئه البلاتفورم المشروع الجديد، قلنا تروح لشيء اسمه اكاونت ادمنستريشن، دخلت اسم المشروع، حطيت التيم، حطيت الفولدر ستراكشر، امورك في السليم، تدخل لشيء اسمه لا قبل ما اروح الاكاونت ادمنستريشن تشوف ماي تيكلا اونلاين subscriptions. شوف عفوا تطلع لك new page، عندك اكيد my profile، شوف my organization، عندك organization اللي هي farm holding. تمام، لما تروح access admin tool، طيب اوكي يعطيك اللايسنس اللي متوفره عندك. تمام، سواء لانه هو ايش يعطيك لما تشري انت، مش يعطيك هو، اكيد انت راح تشري وتحدد له شو طالب بالضبط. مثلا تقول له انا محتاج فقط لايسنس ل 10 يوزرز. تمام، انا محتاج لايسنس 10 يوزرز. طيب يقول لك تفضل، بعد ما تدفع يفعل لك ال 10 لايسنس، وتصير انت تبعث انفيتيشنز. انفيتيشنز هذه لما توصل مثلا للتيم ممبر اور اكسترنال، سواء انترنال او اكسترنال تيم ممبر، راح تكون عنده فول فيرجن، يعني راح يصير عنده اول ذا فيتشرز انسايد ذا بلاتفورم. طيب من بين الناس هم قسم لك اياها كاتيجوريز، يعني قسم لك اياها امبلويز، يعني ناس معك انا كادمن للبلاتفورم بالكامل، نقدر ندخل الامبلويز، يعني ممكن ندخل تكنيكال، خلينا نقول نسميها بروكيورمنت ديبارتمنت مانجر، نقدر ندخل اذا كان عندنا مثلا فابريكيشن ديبارتمنت ندخل المانجر اتسترا. وعندك الاكسترنال لايسنس. الاكسترنال لايسنس مثلا احنا حاليا مدخلين استشاري معنا، اعطيناه سي دي بحكم هذا، وراح نراويكم ان شاء الله المشروع اللي شغالين عليه ك 100% بيم بروجكت ثرو ذا سي دي اي ثرو ذا ورك فلو اكسترا. هذا الاستشاري اسمه اي تي اي عرب تيرك انترناشونال. تمام، وعندنا مثلا اذا كان عندنا اكسترنال لايسنس فور اكسترنال يوزرز، وي هاف انذر انجينير اتس ام اي بي مودلر اتس كولد علي تلي فروم بارسنز. تمام، وعندك اللايسنس ديتيلز، على سبيل المثال عندك عدد السيتس اتس اكتيف عندك 5، وي هاف فلوتينج انتربرايز، وي هاف فلوتينج بزنس بريميوم انتربرايز بوث اكتيف يعني. ويعطيك الاوبشن انك تجرب حاجه اسمها الموديل شيرنج ترايل فور تيكلا،
انا بصراحه حاليا ما احتاجهاش يعني. ممكن الناس اللي تستخدم تيكلا تقدر تجرب هذه الموديل شيرينج ترايل خصوصا في السايت يعني. show expired orders, we don't have any expired orders, وتشوف عندك possibility انك تشوف requests and invitations اللي هما سواء pending, معلش حتى واحد pending. اذا كان واحد pending راح يشوفه يعني في من الامبلوي, راح تشوفه من الاسفل هنا انه يقول لك ايميل انفايتر كرييتد فاليد ستاتوس, تكتب لك pending, بمجرد ما يقبل يروح اوتوماتيكلي يتسجل عندك في التيم ويصير اكتيف. تمام. My notification settings, user invitation has been accepted, حيوصلك ايميل بمجرد ما تبعت الاكسترنال or employee invitation, بمجرد ما توصله الانفيتيشن ويقبل حتوصلك notification through email يقول لك خلاص الستيك هولدر خلاص he accepted the invitation وهو معك already, هو معك already في التيم او في المشروع involved already. عندك اليو لايسنس اتس افيلبل, توصلك نوتيفيكيشن اذا حبيت تعمل اكستند اور اكستنشن لللايسنس. زادت مسؤولياتك, زادت مشاريعك, تقدر تعمل اكستنشن. لايسنس كوتا هاز بين اكسيدد, يعني استعملت كل شيء, تبعت لك يقول لك خلاص استعملت كامل اللايسنس اللي عندك. اذا واحد مثلا يوزر هاز ريكويستد تو جوين يور اورجانيزيشن, يقدر يوصلك ايميل تحب تعطيه key or license ولا تحب تقول له لا ولا زي ما تحب يعني. هذه بالنسبة عفوا التيكلا اونلاين ادمنستريشن تول وديتيلز اللايسنس, يعطيك حتى التيكلا اي دي, يعطيك حتى التليفون نمبر اللي هو الخاص بالشركة يعني, تقدر تدخل ادريس الشركة. تمام. بس يعني طيب قلنا بالنسبة التيكلا اونلاين سبسكريبشن ماي تريمبل سبسكريبشن تشيك فور ابديت لايسنس, خلينا نعمل كليك ونشوف. انا وعدكم يا جماعه نشوفها بالتفصيل, نفس الشيء حيوديك لهذه اللي هي شو اسمها الادمنستريشن. طيب قلنا في مرحله برمجه المشروع او تحضير بلاتفورم او ارضيه المشروع, من بين الاشياء اللي تعملها انه بعد ما تدخل المشروع وتشيك اللايسنس اللي عندك وتشوف هل عندك external stakeholders وتحضر أمورك تمام التمام, تدخل في شيء اسمه شو naming convention, وهي مهمة جدا لأنك خلاص هتدخل حاليا في الايزو. طيب احنا وش عملنا بالنسبة للaccount administration؟ عندك تشوف المشاريع اللي موجودة عندك, دقيقة بس. طيب هذه المشاريع اللي عندي ايجيا, اذا حطيت يوروب ما يطلع لك ولا شيء. هذه المشاريع الموجوده حاليا which is active. تمام. راح تشوف اليوزرز, internal users واحد بس, يعطيك حتى سكتش اب فري. تمام. وش عندنا الثاني؟ وعندنا البروجكت شفنا, وعندنا البروبرتي سيتس. طيب في البروبرتي سيتس هنا خلينا نقول يبدا الشغل تاع الصح. طيب في البروبرتيز بروبرتي سيتس عفوا, عندك حاجه اسمها الفايل اتريبيوتس وعندك البروبرتي سيت لايبريز. انت وش راح تبرمج؟ تدخل اول شيء على حاجه اسمها الفايل اتريبيوتس, تعمل كليك. ايوه وش عامل؟ انا عامل ميتا داتا تمبلت لايبرري باي ايزو 19650 انفورميشن كونتينر اي دي. نعمل كليك. بمجرد ما نعمل كليك راح تصير عندك البوسيبيليتي انك تبرمج او تعمل فايل بروبرتي سيت بيزد اون ذا ايزو 19650. طيب الناس الفاميليير او الناس اللي متعودين على النيمينج كونفنشن بيزد اون ذا ايزو 19650 اكيد راح يعرفوا ايش معناها كود. اذا عملت كود راح تشوفوا انه S0 S1 S2 S3 حتى السي ار. تمام. راح نشوف النيمينج كونفنشن راح اتكلم عليها على السريع يعني اكيد, وراح نشوف الديسكريبشن يعني ديسكريبشن فور ايتش كود اللي هي شو اللي هي سويتابيليتي. تمام. سويتابل فور اوثورايزيشن, سويتابل فور كوردينيشن, فور انفورميشن اتسترا. يعني النيمينج كونفنشن هذه راح تربطها مع الفايل. عندك الريفيجن اوكي, وتكتب ديفولت عفوا تاكس سواء
P01 or -01 or P01 if it's shared or P0101 if it's work in progress وتشوف الـ edited by حتى الـ rejection date. هذه النيمينج كونفنشن لازم لازم تشتغلوا عليها يعني. بصراحة مانيش حاب نعمل نيمينج كونفنشن ثاني لأنه ما تقدرش لأنه عندك نيمينج كونفنشن واحد. كل ما تغير لازم تعمل لها publish. كل ما تغير لازم تعمل لها publish. بمجرد ما تعمل لها publish it will be updated automatically وحتنزل بريفيجن تنزل بريفيجن جديد اللي هو أنا نذكر قبل ما ندخل كان 17 قبل ما ندخل كان 17 خلينا نخرج ونعود نرجع property set كان 17 صار الحين 18 زي ما شايفين صار الحين 18 اللي هو الفيرجن نمبر 18. البروبرتي سيت لايبراري هذه نخليها لما نروح نتكلم عن نتكلم عن ال 3D فيور باي ديفولت وكيف نستعملها في السايت وكيف نستعملها في من اسمها باين في البروبرتي سيت لما نعمل سيلكشن الاليمنت اور فاميلي اور ذا موديل اتسلف حتبرمج انت بروبرتي سيت اضافه للبروبرتي سيتس اللي موجوده اصلا في في في, في البيم موديل راح تعمل بروبرتي سيت خاص بيك وراح نشوف كيف تعملها يعني تمام وكيف تضيفها وتاد بروبرتي اتسترا 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 وتسمي البروبرتي واد فاليو واحنا نربيكم كيف تعملوها مع بعض يعني نعمل لايف ورك شوب. طيب بس مش الحين يعني لانه هذه تقدر تبرمجها من بعد يعني راح اخليها من بعد لانه هذه during the modeling phase تقدر تعملها يعني مش مهم نعملها حاليا تمام. طيب هذه باختصار شديد Trimble Connect Web Browser. طيب خلينا نروح نشوف Trimble Connect Desktop. Trimble Connect Desktop زي ما شايفينه بمجرد ما تعمله Setup راح يفتح لك تقريبا نفس اليوزر انترفيس اللي هو الويب براوزر. سامحوني دقيقة يا جماعة هل نسيت شيء ممكن مانيش حاب ننسى حاب نمر عليه بالتفصيل يعني وش نسيت طيب وش عندي اوكي طيب تقريبا شفنا كل شيء خلينا نشوف هذا احنا نرجع له بعد شوي يعني او سيشن 2 مش هنشوف مشروع حقيقي يعني كيف يكون توزيع المشروع الحقيقي او existing project in the platform. طيب تقريبا شفنا كل شيء خلينا نروح ل Trimble Connect Desktop Application. زي ما شايفين على فكرة يا جماعة هذا من المشاريع it's existing it's running projects موجودين فعلا هذا من المشاريع ندخلوهم شوي 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 باش نتعود على موضوع CD. زي ما شايفين automatically carried the Beam Arabia project. إذا ما شفتوش عندك يعني إذا شفته ما طلعش عندك في الديسكتوب application دي الحاجة أنا اسمها synchronize project library. بمجرد ما تعمل synchronize راح يعمل sync وينزل عندك المشروع automatically. طيب في شغلة وخصوصا هذه الملاحظة للناس اللي عندهم اللي دقيقين الملاحظة فيكم يا باش مهندسين شو الفرق ما بين هذا الكارد والفرق ما بين هذا الكارد. طيب أحجاوبكم على السؤال هذا نفس الشيء بس نحن يقول لك this project exists both locally and in the cloud. ايش معناها هذه؟ لا خلينا نشوف الثانية. بس نحن يقول لك exists only in the cloud. exists only in the cloud. يعني هذا it's not synchronized yet. يعني مش موجود عندي في السيرفر او في اللابتوب او عند team members في اللابتوب الخاص بهم. يعني بمجرد ما تعمل synchronize راح ينزل في Trimble Connect وراح ينزل عندك في اللابتوب تمام. هذا مازال في الكلاود بدليل انه عمل لك رمز في الكلاود وراح نشوف كيف نعمل له synchronize وينزل عندي في اللابتوب وراح نشوف كيف live ينزل عندي في اللابتوب وشوفوا امر رائع بصراحة. الشيء الثاني انه خلينا نفتح المشروع هذا اوكي خلينا نفتح المشروع ونشوف. الشيء الثاني انه الديسكتوب ابلكيشن Trimble Connect Desktop Application it's not useful without 3D model. يعني تقريبا اذا سمحتوا لي على الكلمه تقريبا it's not useful without 3D model لانه حاليا ما عندي ولا موديل يعني
بس تقريبا الفولدر ستراكتشر نفس الشيء زي ما شايفين. It's not useful يعني. خليني افتح لكم مشروع بالتريمبل كونكت ديسكتوب. تمام؟ خلينا نعطي بس لمحة سريعة انه عارفين انه created on project created by last modification date. You can view online. ياخذك مباشرة على الويب براوزر زي ما شايفين. تمام؟ you can invite users to the project. من هنا تقدر تعمل creation للتيم. تقدر تشوف الاكتيفيتيز اللي عندك مباشرة ياخذك على Trimble Connect ويب براوزر وتشوف التو دو ليست. هذا التو دو ليست تقدر تعمل لها عفوا شو اسمها filtration. شوف in progress. اوكي تقدر تعمل لها classification عفوا by priority, classification by type, request. تقدر تعمل classification by creation date, Thursday. click up تطلع لك. تعمل search assigned to me, assigned created by me, all. كلها assigned by me, created by me. زي ما شايفين يعني إذا كان عندك a lot of to do's list تقدر تشوف assigned to me or created by me or all. الفلتريشن او الفلتر راح يبان معاكم صح يعني. جينا هنا اوكي عندك خلينا نشوف ال this is the sign out. اوكي الريجسترد ايميل وجينا هنا الاوبشن. الاوبشن عندك الجنرال راح تشوف جنرال خلينا نقول settings about the project, the point clouds. The point clouds اللي هو الفايل لوكيشن باي ديفولت. وراح نشوفوا كيف Trimble Connect يعمل ديكود للبوينت كلاود اللي هو الـ E57. هو ما يعملش ديكود للريكاب او الـ RCP. هو يعمل يقرأ باي ديفولت الـ E57 بوينت كلاود. General User Interface Control Size يعني تابلت or normal زي ما شايفين تغير يعني. هذه مجرد بس يعني settings خاصة بالبروجكت or User Interface. عندك unit system metric imperial US imperial fractional decimal metric. عندك نفس الشيء units المجرمنت الجرافيكس سواء الادج لاين سواء الديف بيلينج الكاميرا انيميشن تايم تقدر تزيد فيه تنقص فيه بخصوص الانيميشن لانه على فكره تقدر تعمل انيميشن بال Trimble Connect desktop راح تشوفوا. البروكسي هذه تبع السيرفر خليها دائما unchecked يعني close. طيب شفنا على السريع اليوزر انترفيس اللي خاص بتريمبل كونكت ديسكتوب ابلكيشن. خلينا نفتح مشروع على السريع فقط. طيب هذا المشروع اسمه الفاميلي تاور, واحد من مشاريع الفام هولدينج ال ال سي. طيب المشروع هو عباره عن بنايه جي بلس 5 بلس 25. زي ما شايفين total الفلورز اللي عندي or levels هما 30 levels 30 طابق excluding أكيد الميكانيكال فلور. تمام هذه الفولدر structure اللي حاليا احنا شايفينها يعني الأنسب للمشروع قادر نغير فيها يعني أكيد. هنا زي ما شايفين add folder to selected folder يعني تقدر تغير أماكن الفولدر. you can add file to selected folder. تعمل click وتختار الفايل. تقدر تعمل upload all files to server. تقدر تعمل download all files from server. تقدر تعمل view only the selected content. طيب في CD أو تقسيمة CD احنا مقسمينها زي ما شايفين work in progress, shared, published and archived. خلينا نشوف work in progress وش عنا كفايلز. عنا architectural model, عنا MEP وعنا structural وعنا cut files which is details drawings, الghost model, linked CAD model. طيب خلينا نفتح الarchitectural model وش عنا. عنا الarchitectural model عنا DWG. طيب مش مشكلة. وعنا IFC وعنا Revit وعنا IFCs. طيب انتم شايفين عنا 3 extensions او 3 file types. عنا الAutoCAD, IFC وما أجمل الـ IFC بصراحة يعني. وعنا الـ Revit وعنا الـ IFC الثاني اللي هو الـ IFC عنا 1, 2, 3. طيب إذا جربت أفتح الـ CAD file هذا وش نعمل؟ نعمل دبل كليك يحمل. طيب افتح لي من فضلك. أوب
راح يفتح لي الكات فايل. يعني عندك البوسيبيليتي قولوا معي بتريمبل كونكت ديسك توب بوسيبيليتي انك تشوف الكاد فايل 2D drawings. جميل صح؟ ممتاز. عندك البوسيبيليتي تشوف ريفيت. عندك البوسيبيليتي تشوف ريفيت؟ ما بعرف، خلينا نشوف. دبل كليك او يحمل في الريفيت. ها شايفين لودينج موديل. طيب نستنى. طيب وين الموديل؟ مش موجود الموديل. عجيب، وين الموديل؟ ما زال يحمل، مش موجود الموديل. تتذكروا لو حكيت لما حكيت لكم في السيشن 1 انه في عندنا بلوجين تابع للريفيت تريمبل كونكت، اللي الشرط الوحيد عشان تشوف الريفيت موديل في تريمبل كونكت او في سي دي بلاتفورم لازم تعمل له بابليش. ما دامك مازال ما عملتلوش بابليش يعني اتس نوت اوتورايزد باش يتشاف من عند الناس اللي تستعمل سي دي. تمام، وراح نعمل عليها اكسرسايز اكيد. الاي اف سي اكيد الاي اف سي راح يتشاف لانه اتس شيرد باي ديفولت. زي ما شايفين هذا الاي اف سي موديل اللي وردناه اكيد من 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 ريفيت او من نيتيف موديل اللي هو الريفيت. تمام، هذا اليوزر انترفيس او 3 دي براوزر اوف the PC desktop application. خليني نشوف شغلة معينة اللي هي طيب نتكلم على السريع عن اليوزر انترفيس. مهندس سليم مازال عندي الوقت او طولت؟ لا لا مع حضرتك مازال عندي الوقت صح؟ لا 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 مع حضرتك، انا مستمتع بالمحاضرة. الله يسلمك يا رب. الله يكرمك. طيب امين وياك. طيب نعمل بس على السريع يعني اكسبلينيشن بسيط على اليوزر انترفيس بتاع 3 دي فيور اللي خاص بالتي سي ديسكتوب ابلكيشن، وفي اختلاف كبير بينه وبين 3 دي فيور الخاص بالويب براوزر. طيب بس انا نفضل نبدا بالويب براوزر قبل 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 التي سي ديسكتوب. طيب اعملوا هولد على هذه وخليني احنا نرجع لكم لها من بعد. طيب الابليكيشن الثالث احنا شفنا شو؟ شفنا الويب براوزر اللي هو هذا، وشفنا ديسكتوب ابليكيشن اللي هو هذا. تمام، يعني عرفنا الحين كيف نعمل نافيجيشن على التو بلاتفورمز او على التو تريمبل كونكت بلاتفورم. تمام، او ابليكيشن. وعندنا اللي هو هذا اللي هو تريمبل كونكت سينك. تمام، تريمبل كونكت سينك من دون هذا ما نقول لكم مش ضروري تستعملوا، يعني ما في ولا فايده انكم تستعملوا تريمبل كونكت، لانه اي حركه تتم في المشروع without doing synchronization ما استفدنا ولا شيء. حركه المعلومات اللي راح تتم ما بين all the team members المحرك او القلب النابض هي التريمبل كونكت سينك. فرضا حاليا المزرعه تاور شغالين او الام اي بي مودلر سبيشاليست which is from Parsons ساكن في عمان. تمام، ساكن في عمان، من المفروض يكون خلص، ممكن يكون حاضر معنا في المحاضره المفروض يكون خلص الاتش باك مودل. انا في بالي انه خلصها وقال لي نخلص لك الاتش باك موديل اليوم. خلينا نشوف، حامل سينك، شوف هل خلص ولا لا. اعطوا شويه وقت بس لانه كم هائل من المعلومات يعني لي. ايوه ممتاز، المهندس المحترم الام اي بي مودلر قبل ما يطلع او بعد ما خلص الشغل عمل سينكرونايزيشن. بمجرد ما عمل سينكرونايزيشن، انا حاليا عملت سينكرونايزيشن، نشوفه باللي المزرعه تاور نيمين كونفنشن فام هولدينج زد 1 اكس اكس ام 3 بيزد اون ذا نيمين كونفنشن اتش 3 دي موديل اتش فاك 0001 ريفيت. وش نعمل؟ انا نعمل سينك ناو. بمجرد ما نعمل سينك ناو راح ينزل المشروع عندي وراح يتحدث اوتوماتيكلي عندي في اللابتوب.
ويتحدث اكيد في في تريمبل كونكت. طيب زيد نعمل سينك، يعني الاكتيفيتي الوحيده اللي صارت هي الام اي بي مودلر او سبيشاليست خلص موضوع الاتش فاك. تمام، لان احتمالين للموضوع. اذا فرضا رحت للمشروع الفاميلي تاور وعملت سينك، خلينا نشوف شو الاكشنز اللي تمت. الفاميلي تاور واحد من الانجينيرز حمل سايت ريبورت اللي هو ويكلي ريبورت نمبر 2. تمام، خلينا نعمل سينك. طيب صار عندي ريبورت في الـ في الـ في اللابتوب، اوكي، او في السيرفر خلينا نقول، وصار عندي في تريمبل كونكت ويب براوزر. طيب خلينا نشوف سنو تاور هل في سينكرونايزيشن او لا، في شيء او من في اكتيفيتي which لا. طيب احنا نوريكم شغله بسيطه، بس بمجرد ما نعمل سينكرونايزيشن حيوصلني ايميل. وينه؟ حيوصلني ايميل يقول لي انه تم سينكرونايزيشن. اوكي، ذا فاميلي تاور سينكرونايز ذا بروجكت ذا فايل. مين اللي حمل المشروع او مين اللي عمل الريبورت؟ هو واحد اخ اسمه محمد، مهندس محترم محمد جمال، يعني حمل الريبورت. يعني انا جالس في المكتب او البرة او كذا، توصلني نوتيفيكيشن انه تم تحميل الريبورت في تريمبل كونكت، توصلني نوتيفيكيشن ونقدر نشوف ثرو ذا موبايل، يعني على فكره يعني، بس مش ينزل عندي في اللابتوب او في السيرفر، لازم نعمل شو اسمه، نعمل سينك. طيب السينكرونايزيشن امرها بسيط جدا، يعني اول حاجه عندك اتس سمول، يعني يوزر انترفيس، عندك البروجكتس موجودين، عندك اكتيفيتيز. زي ما قلت لكم يا جماعه الاكتيفيتي مهمه جدا في تريسيبيليتي، راح تشوف السينكرونايزيشن اللي تمت بالكامل. تقدر تعمل sort by size، sort by date، تمام، على حسب يعني show filter. اوكي، تقدر تعمل all status which is صار فيهم errors، هذه صار فيهم errors، تمام. تقدر تشوف لي cancelled، تمام، تقدر تشوف حتى لي complete، complete كثير اكيد، تقدر تشوف حتى delete. delete وش معناها يا جماعة delete؟ الاكتيفيتي هي اللي ديليت، يعني مش يعني في سينكرونايزيشن ديورينج ذا سينكو صار ديليت، لا، انت تعمل ديليت للمشروع تشوف شو الاكتيفيتي اللي تمت. انا عملت ديليت للمشروع، عملت سينكرونايزيشن، عمل هو سينكرونايزيشن للديليت، يعني شالوا من عندك من التريمبل كونكت وشالوا من عندك من اللابتوب. فهمتوا علي ولا لا؟ خلينا نشوف all stages all project. تقدر تختار المشاريع اللي حاب تشوف شو سويت كسينكرونايزيشن في المشاريع. فرضا اذا اخترت انا the snow هذه بس يعني سينكرونايزيشن مش كثير اللي فيه. all completed يعني hide all their folders or activities، يعني كلهم older. تمام، طيب schedule full project sync. عندك فلتريشن، يعني تقدر تتحكم فيها يعني زي ما تحب. اوكي، يعني مفترض ان انت جاء في راسك نهار وحصل مشكل معين، مهما كان هذا المشكل، والله يحب تعمل تريسيبيليتي للسينك اكتيفيتيز اللي تمت في المشروع في مشروع معين، تجي للسينك اكتيفيتيز وتشوف شوف 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 عشان تعمل انت ريبورت يعني. لانه غالبا احنا عارفين في البيم انفايرمنت صايره مشاكل كثير، خصوصا في الكوميونيكيشن. واحد يقول لك لاني قلت لك وانت لاني عملت وانا ما عملت وانت عملت وكذا واني ارسلت لك ايميل. انت حتضبط كامل هذه المشاكل اكيد بخطه مضبطه ومحكمه من عندك ثرو السي دي بلاتفورم. تمام، طيب قلنا هذه المشاريع اللي عندنا، اكيد نفس الشيء للسيرفر او اللوكيشن، المشاريع حيكون عندك في كل البلاتفورمز، في كل الابلكيشنز. يو كان سيرش فور ا بروجكت، اذا كان عندك مئات المشاريع تقدر تكتب اسمي، يعني ما تقدرش تدور تنزل سكرول داون، لا تكتب اسمه يطلع لك مباشره. وش عندنا؟ قلنا سينك اكتيفيتي شفنا، عندنا هذه وعندنا بريفرنس. خلينا نشوف البريفرنس وش عندنا. الالرت
تحب تجيك alerts وتجيك notification إذا كان seeing conflicts error completion يصلك notification. عندك البروكسي اللي هي server خليها زي ما هي. عندنا sync number of parallel uploads download يعني تحب تحمل مثلا أو تعمل sync parallel syncs يعني في نفس الوقت. عندك possibility عندك 1 2 3 عفوا 4 وداونلودز عندك 2 4 8. الفلتر تقدر تعمل add new filter بالنسبة للactivity or بالنسبة يعني الفلتريشن اللي شفناها من شوي هذه. أي شغلة مهمة الثانية. طيب أنا كريتت مشروع جديد, أنا بصراحة مش عارف وين البيم أرابيا بروجكت. طيب خلينا نقول ريفرش. أيوه هاوليك أو ريفرش. طيب مرات لازم تعمل ريفرش يا جماعة, مرات ما يطلع لكش أوتوماتيكلي. طيب حاليا أنا المشروع مازال في الكلاود, هنعمل بس اكسرسايز لايف اكسرسايز على المشروع ونشوف كيف نعمل سينكرونايزيشن وإذا ضفت فايل كيف ينزل عندك في الكلاود وفوق في السيرفر. طيب حاليا في عنا شيء اسمه advanced. بمجرد ما تعمل كليك أوكي هذا الادفانسد يطلع لك فول بروجكت سينك. اذا عملت سينك راح ينزل عندك هذا المشروع في اللابتوب او في الجهاز اللي حاليا فاتح فيه تريمبل كونكت سينك. طيب انت كبروفيشنال يعني مش من المعقول تعمل سينك مباشره, لازم تعرف وين رايح هذا الفولدر وش هو الفولدر باث, لانه يعني بعد تبقى تدور عليه ممكن يتسيب عندك في السي, حصل لا قدر الله مشكل سي حصل فيه دروب, تروح لك الداتا بالكامل من السيرفر بس تبقى في الكلاود اكيد. وهذا الشيء الجميل انك الداتا عمرها ان شاء الله ما تروح, تبقى عندك في الكلاود, تروح من عندك في من اللابتوب او من الكمبيوتر الخاص بيك او whatever بس تبقى عندك في الكلاود. بس فرضا صار عندك دروب في السي, حاول انك كبروفيشنال كانسان يعني عارف وش تعمل, you have to edit the synchronized or the full project synchronized path by going للإيديت هذه. تعمل كليك تطلع لك حاجة اسمها the schedule name على سبيل المثال, تقدر تسميه اسمه أو اسمه full project sync عفوا. عندك four options of synchronized direction, it's bidirectional اللي بينك وبين all the team members يعني هو يعمل sync وانت sync. عندك في الأبلود only تعمل sync, في الداونلود only, وعندك في اللوكال ترانسفير يعني بمجرد ما تعمل sync حينزل فقط, اذا كان عندك لوكال ترانسفير ينزل فقط في السيرفر. طيب يقول لك هنا في bidirectional sync transfers new and change data from both the server and your local computer. يعني عندك upload only when sync new or change data from your local to the server. لما تحمل من عندك من الكمبيوتر للسيرفر او الكلاود بيس قصده الكلاود حيصير سينكرونايزيشن تم فقط في الاوبشن او في الاوبريشن هذا. download only when sync new or change data from server to your local computer يعني. وعندك local transfer اللي هي which is في local transfer يقولك use this option if you want to have the project on the server match your local computer. يعني غالبا الناس ما تستعملش اللوكال ترانسفير لانها حصير في لخبطه ما بين السيرفر واللوكال كمبيوتر, غالبا الناس تمشي هي بي دايركشن اللي ماشيين بيه احنا حاليا. انا انصحكم بهذه فقط على حسب بعد استراتيجيتكم يعني, اذا شايف انك بعد ابلود هي اللي تمشي معك امشي ابلود, اذا شايف داونلود او اللي تمشي معك, اذا عندك يعني اي تي مثلا واحد شاطر اي تي تقدر تعمل لوكال ترانسفير على حسب يعني. وين خلي دائما خليها دائما مانوال, اعمل سينكرونايزيشن مانوالي احسن يعني, والا تقدر تبرمجها اورلي ديلي اور ويكلي. اذا اورلي every 15 minutes every 30 minutes كل 12 ساعه تعمل سينكرونايز, اذا ديلي تعطيه الوقت متى تعمل لك سينكرونايز الوقت المعين, مثلا كل يوم على 10 تعمل سينكرونايز, برمج مثلا توقيت لما تكون طالع من المكتب او لو تكون اول ساعه دوام. ويكلي ساندي اون ساندي ات
كل اسبوع في يوم معين كذا تعمل سينكرونايزيشن، بس انا افضل نعملها مانيوال. بس انتم عندكم الاوبشن هذا انك تسويها يعني زي ما تحب، يعني انت حر. جينا نقطة مهمة جدا اللي هو بروجكت لوكيشن. انا حاليا عامل لي اياه باي ديفولت في السي، في مشروع اسمه بلال 3D كذا، تريمبل كونكت سينك انجينيرينج. وهذا صراحة يعني من الاشياء اللي لازم تنتبهوا لها يعني عشان تختاروا الفولدر الفولدر باث لوكيشن. تعمل براوز وتختار له، خلينا نختار له مكان في السي، عفوا في الدي. اوكي في الدي نعمل كرييت نيو، سميه بيم عربية بروجكت. اوكي او بيم عربية بروجكت، صار عندنا الفولدر باث بيم عربية بروجكت. خليكم اعملوا هولد هنا وشوفوا معايا في الدي هل عندي، شوفوا 1 باي 1 المهر ريسورت بيم عربية بروجكت، عندي فقط بيم عربية بروجكت صح. It's this folder it's empty صح، شايفين؟ اوكي تمام. خلينا نروح للسينكرونايز. طبيعة الحال عندك الفولدرز، شوف الفولدرز اللي موجودة في الكلاود زي ما شايفين the cloud، بس ما عنديش في الـ في الـ في الـ في الـ في اللوكال بي سي اور لابتوب اور كمبيوتر. وعندك تعمل الفلتريشن نفس الشيء، والالرتس زي ما شفناها من شوي. اوكي بمجرد ما نعمل سينك حيعطيني البوسيبيليتي هل تعمل سينك الكامل للمشروع او عندك فايلات معاون. انا اقول له كامل المشروع ونعمل سينك. اوكي بمجرد ما عملت سينكرونايزيشن نجينا هنا البيم ارابيا ونشوف اوه نزلوا كامل الفايلات عندي. نفس الشيء يصير اذا عملنا، اذا كنا نشتغل في ان كولابوريشن انفايرمنت، بمجرد ما تعمل خليني نقول موديفيكيشن في فايل او خلصت شغلك، انت تعمل سينك حيتحدث عندك انت كشخص، يتحدث عندك او كتيم ممبر في اللابتوب، والاذر تيم ممبر لما يعمل سينكرونايز راح يتحدث عنده بطبيعه الحال. طيب احنا عندكم اكسرسايز بسيط جدا، خلينا نعمل كرييت نيو وورد فايل تسميه تيست داخل اللابتوب، ها نسميه بيم عربية ماجازين. اوكي اوكي بيم عربية وبنارس. اوكي ونسيب الفايل، سكر الفايل. طيب انا كريت فايل جديد صح. طيب الفايل هذا تيست خليني نشوف هل موجود في الكلاود او لا. وين؟ مش موجود، شايفين؟ مش موجود. حتى ولو اعمل ريفرش شوف هل هيجي ولا لا. حتى ولو عملت ريفرش ما جانيش، ليش؟ لاني ما عملش سينك. طيب هنروح للسينك نعمل سينك، هتشوف اخر فايل انضاف عندك في الفايلات. خلاص يعني الفايلات القديمه اتس دان، عملت لها سينكرونايزيشن خلاص، ما بقاش تخرج عندك كل مره تخرج، لانه ممكن توصل الاف الفايلات، يعني مش كل مره يطلعوا لك الفايلات. تعمل سينك خلاص، يو كلوز ذا ايشيو، اي فايل جديد ينزل عندك تعمله سينكرونايز يطلع لك في الليست هذه. نعمل سينكرونايز ونشوف هل يطلع لي هنا او لا. ما طلعش عندي صح، خلينا نعمل ريفرش 1 2 3 4 اوب يلا طلع عندي دوكيمنت تيست تمام. طيب فرضا فتحت الفايل اوكي حاليا، خلينا في السينك. اوكي حاليا لما اعمل سينك في بيم ارابيا بروجكت nothing no changes to sync اوكي cancel. طيب خليني اروح نفتح الفايل اللي هو شو اسمه هذا تيست. وش نعمل؟ ونخليه مثلا لونه احمر، كبر شوي، حط له خط شطب كذا اي شيء. ها
سيف سكر، نروح نعمل سينك. هتطلع لي شغلة أنه في شيء تغير ولا لا؟ والله خلينا نشوف. طيب ممتاز، نفس الشيء. كل ما تغير في الريفت فايل، كل ما تقدمت في المشروع، كل ما تقدمت في الأرشيكاد، أي شيء، أي بيم موديل، بعد ما تغير فيه وتسكر تسكر الفايل، تسكر الفايل، أهم شيء أنك تسكر الفايل، راح يجيك الموديفيكيشن، راح تطلع لك باي ديفولت هنا. بمجرد ما تعمل سينك، التغييرات اللي تعملها هنا حتنزل عند كامل التيم، all the team or all the project team members. طيب حنعمل تيست بسيط، وشغله هذه لازم تنتبهوا لها. يعني فرضا خلينا نعمل كذا، done 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 كذا، اوكي سيف، مزال فتح الفايل، ونعمل سينك في نفس الوقت. حيطلع لك حاجه اسمها ايرور، يقول لك ما نقدرش نعمل سينكرونايز الحاجه مفتوحه. وش تعمل انت؟ you can skip open files، او لازم تسكر هذا شو اسمه وتحاول تعمل سينكرونايز من اول جديد. بمجرد ما تسكر الفايل يقدر يعمل لك سينكرونايز، اكيد تعمل سينك، تنزل التحديثات اوتوماتيكلي عند كامل البروجكت تيم ممبرز وكامل الستيك هولدرز. طيب هذا بالنسبه للبيم او تريمبل كونكت سينك. طيب السيشن هذا يعني انا شايفه انه كان سيشن تقديمي فقط. نتمنى انه صارت عندكم فكره عن موضوع تريمبل كونكت بثري بلاتفورمز. في عنا البلاتفورم الرابع، اوكي، وفي عنا البلاتفورم الخامس، خليني بس نتكلم عليهم على السريع لانه ان شاء الله السيشن 3 راح تكون على كيس ستادي. اوكي، عندنا حاجه اسمها شيرنج، ستيتو شيرنج، هذه راح تكون في البيزنس بريميوم فقط. اوكي، انا اظن انه في المثال التطبيقي راح اشوفها احسن واحسن. هي تبان لكم باللي وايت بورد اور امتي بورد، بس هي فيها اشياء كثيره للداخل، بس نخليها لكم مفاجاه ان شاء الله سيشن 3. طيب ما بين ما تفتح الريفت فايل، خلينا نفتح 3D براوزر اوف، خلينا نختم به بس السيشن 2، نحكي على 3D براوزر اوف تريمبل كونكت ويب براوزر. اوكي، 3D فيور عفوا اوف تريمبل كونكت ويب براوزر. تمام، وين في الوركينج بروجرس اركيتكتشر الموديل. اوكي، خلينا نشوف الاي اف سي، افتح الاي اف سي. طيب هذا الويب براوزر 3D فيور. اوكي ثواني بس يفتح. تمام، هذا ال 3D viewer. مرات يقول لك new version is of the app is available، اعمل refresh. بس ما تنسوش في حركه يا جماعه، انه دائما في update و available version في الـ في الـ في Trimble Connect. مره 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 اعملوا clear للكاش فايلز، لانه في بعض الاوبشنز ما تطلعكمش، يعني يبقى ماسك في الفيرجن القديم. حاولوا مرة على مرة تنظفوا الكاش يعني فايل. تمام، طيب هنشوف بس لفة سريعة على الموضوع التريمبل كونكت. أول شيء بالنسبة لل 3D نافيجيشن، يعني فرضا هذا ضاع لك ال 3D فايل وأنت شغال تعمل ريسيت موديل، حيرجع لك زي ما كان. يعني أكيد عندك حاجة ما تسمى بالموديل ترانسبرنسي، عفوا. فرضا إذا أنت مثلا دخلت أي إف سي في أي إف سي وفتحتهم مع بعض، يمكن هذا الموديل ترانسبرنسي تعمل له مشان تشيك كورات، تشوف شو الهيدن اوبجكتس. عندنا هنا حاجه اسمها شو هيدن اتاتشمنت، اذا عندك اتاتشمنت راح يبان عندك، وراح نشوف شو شغله الاتاتشمنت وين فعلا از فيري 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 يوسفول، راح نشوفها اكيد. عندك شيء اسمه شو هايد انستراكشن، اوكي. عندك حاجه اسمها توجل جوست مود على سبيل المثال، هذه لما نعمل hidden object، خلينا راح نشوفها هذه. عندنا show all objects، اذا عملت مثلا hide show all objects. اوكي خلينا نحكي على هذا وبعد نحكي شو تقدر تسوي لما تعمل selection. طيب عندنا الاورتوغو اور البرسبكتيف، تشيل الاورتوغو ترجع لك برسبكتيف عادي، top view back
رايت ايش عندنا ثاني باتم اوكي ضعت لما تضيع في النافيجيشن ريسيت موديل سهلة جدا تمام خلينا نمشي او نطلع درجة شوي في حكاية التودو هذه شو هذه التودو فرضا انت تعمل في الموديل تشيكينج شايف باللي لون متغير عجيب ليش كامل الالوان نفس الشيء وهذا متغير اوكي طيب ما عنديش حتى مشكلة نعمل تودو ونكتب 3D or structural model issue على سبيل المثال مجرد مثال فقط يا جماعة يعني أنا مانيش ال slab or concrete slab color different اوكي في حتى الكوريكتر يعني ديو ديت كلاريفيكيشن لازم يعمل اياها مثلا خلينا نقول 17 برايوريتي كريتيكال assigned person هو بلال تايب اتس ايشيو تاج اتس ستراكشرال اوكي ها ذيس از تو دو ها اوكي سيف انت كريتت ايشيو تمام كريتت ايشيو وين تقدر من بعد somehow تقدر من بعد تصدروا الى بي سي اف وتقدر تشوف الايشيو في الريفت موديل وراح نشوفها مع بعض ان شاء الله هذا الايشيو كرييتد بالنسبه للموضوع structural model راح يوصلني انا ايميل سكر هذا وسكر هذا وافتح ايميل بلال دريدي وافتح ايميل بلال دريدي من هنا هذا هيوصلني انا نوتيفيكيشن كاركيتكتشرال اور ستراكشرال مودلر تفتح يقول لك تايتل ستراكشرال مودل ايشيو كونكريت سلاب كولر ديفرنت ديو دو دو تشوف تو دو خلينا نروح نشوف التو دو نسكر هذا 3 دي فيور وكاني انا الستراكشرال مودل ها طيب structural model issue طيب خلينا نفتح راح يطلع لك السكرين شوت اوكي تعمل كليب كليك عفوا بمجرد ما تعمل كليك على الموديل تعطيه شوية وقت 1 2 3 بوم ياخذك مباشره على الايشيو طيب طيب وش طالب هذا البيم مانجر او البيم كوردينيتر ستراكشرال موديل ايشيو اوكي وتقدر ترجع له لانه انا نفس الاكونت بطبيعه الحال ما يعطينيش البوسيبيليتي انه في 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 ال 3 دي فيور اني نغير نعمل بروجرس وما بروجرس بس انت تقدر بس في الويب براوزر يقدر يعطيك البوسيبيليتي تبدا تشتغل على الموضوع عندك تو اوبشنز يا اما اف اتس ذا بروبلم ويل لوكيتد يعني وعارف وين المشكل تقدر مباشره تروح الريفيت موديل تعدله وتعاود تحمله من اول جديد اي اف سي بريفيجن جديد الاوبشن 1 اوبشن 2 الاي اف سي هذا عفوا الايشيو هذا تقدر تعمل له وش تقدر تعمل له يا ربي وش تقدر تعمل له export عفوا to BCF إذا عملت export BCF يقول لك export BCF يتأخذ it's in under process will notify you by email توصلك BCF وتروح تفتحها عفوا بالريفت تفتحها بالريفت model بمجرد ما تفتحها بالريفت model يأخذك مباشرة عن الإيشيو زي ما أخذنا هنا في الريفت في Trimble Connect Viewer 3D Viewer وتقدر تحل الموضوع وتعاود نفس الشيء تحمل شو اسمه تحمل الاي اف سي موديل من اول وجديد طيب هذا بالنسبه لل 3 دي فيور تمام اوكي طيب بالنسبه للفولدر ستراكشر احنا نرويكم حركه على السريع اوكي مش ما ننساش طيب
هذا مسكين اللي بعث له الإشي، وهذا راح أوكي مش مسكين، بس إذا كان الموديل more complicated كمعماري وكذا أكيد مش راح يفهم ولا شيء لأنه هذا structural. بس إذا كان يعني ما أعطيته ولا notification، ما أعطيته ولا cloud ولا notes ولا شيء، فرضا إذا كان هذا architectural model، أيوة عندنا إيشيو. طيب وش نعمل؟ نجي حاجة اسمها markup or text markup، ونجي نعمل له شو اسمه، عفوا سوري، سوري هذا مراتي تعبكم شوي، خلينا نعمل هايد فلوتينج. فرضا مارك اب معين، اوكي في عندي هذا بتاع زوم يطلع كثير، اوكي انا السكرول عندي مش شغال، مش عارف ايش راضي يعمل لي زوم عجيب. خلينا هايد، اوكي خلينا نسكر الموديل نفتح من اول جديد. طيب نستكسر الموديل، بس يعني 5 دقائق بس وسكر السيشن. اللي حبيت رايكم فقط انه التودو تقدر تعملوه مارك اب بنوتس تكست معين تشرح موضوع. ايوه شغال الزوم، اوكي فرضا هنا وتعمل له اوكي، وجينا هنا تعمل خلينا من هذه وجي تعمل تكست عفوا مارك اب. على سبيل المثال سلاب اون جريد ميسينج، دان اوكي. ممكن تعمل لاين مارك اب، ارو مارك اب، اوكي جي تعمل نفس الشيء تكست عفوا. وفي الحاله هذه الايشيو واضح، تقدر تعمل تو دو جديد تمام سلاب اون جريد Where is the slab on grade engineer? Please wake up. على سبيل المثال يعني due date 17 it's critical assigned to Bilal and defined its issue هذا big issue tag structural. يعني ننزل وش يعطيك، يطلع لك باي ديفولت شفتوا ستراكتر اللي بصير تعمل اس تي ار يطلع لك، تعمل سيف. يطلع لك الايشو بالنوتس عفوا بالكلاود بكل شيء. وتقدر تصلح الايشو اكيد. انا حنحط نوتس شو المشكلة اللي عندي وندخل ندخل خلينا نقول المعلومات الميسينج انفورميشن الميسينج بارتس، بمجرد ما نسكر الايشو نعمل له مارك از كلوزد، يعني ات ويل بي كلوزد اوتوماتيكلي، يعني بمجرد ما يعمل انجينير فولفيلينج للريكويرمنتس اور للتو دو. طيب عندنا الاشياء الثانيه اللي هي ميجرمنت، على سبيل المثال تقيس منا كم عادي، فرضا انت تقيس من هنا لهنا على سبيل المثال، شايف بلي هذا الاسبان عنده فيه مشكل، تقدر تعمله ايشيو تعمل له على سبيل المثال كذا. هذا بصراحة الكلاود مزعج جدا، تمام. وتقدر تعمل تكست تقول له why it's 6633 على سبيل المثال، صح؟
صح، يعتبر هذا ايشيو تبعت له اياها عادي جدا. عندك السنجل بوينت يعطيك الكوردينتس اوف سنجل بوينت، مثلا هذه كم يعطيك الكوردينتس اوف سنجل بوينت. مش عارف انا في الكواليتي كنترول اور في السايت تشيكين، اور فرضا ممكن يتصل فيك المهندس يقول لك والله اعطيني ارتفاع نقطه معينه، تعمل كليك وتقول له كذا 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 اوكي، او انت في الموديل تشيكينج مش عارف انا كيف حيطلع لك الايشو، بس تقدر تطلب كلاريفيكيشن من عند الموديلينج تيم. مالتي سيلكشن اور مود موجوده هذه، عفوا خلينا اوكي مالتي سيلكشن اوكي عفوا كذا، تعمل مالتي سيلكشن زي الكنترول وزي الشيفت اللي موجوده في في الاوتوكاد وكامل السوفت ويرز. عندك اسامبلي سيلكشن اذا كان عندك فاميلي اور اسامبلي يعمل سيلكشن، وعندك سيلكشن باي اريا مود اي شيء يكون تحت الريكتانجل او ايه الريكتانجل هذا راح يتل بي سيلكتد اوتوماتيكلي. عندك روتيت بان لوك اراوند اوكي، لوك اراوند هذه ما نحبهاش بصراحه، لا افضلها، روتيت احسن، اتس مور فليكسيبل مور ايزي. ايش راح اشوف ثانيه على السريع، هذا نخليها للسيشن 3، هذا راح نخليها للسيشن 3. بس راح نوريكم شغله فقط، انه لما تروح الحاجه اسمها المودلز، في عندك البوسيبيليتي انك تشوف الموديل وحده اتسلف، او تقدر تروح everything in project. للناس اول شيء الجميل، او اذا اشتغلت صح من البدايه كموديلينج سواء في الشارد كوردينيتس او كوردينيتس عفوا او سيرفي بوينت، تقدر تشوف حتى اللينكد كات فايلز عندك في ال 3 دي موديل في التريمبل كونكت، الوركينج بروجريس، الكات فايلز، خلينا نشوف اللينكد فايلز اوكي. وش عندنا structural زي ما شايفين، هذا كامل الفولدر ستراكتر، كل واحد عنده طريقته في الفولدر ستراكتر على حسب استراتيجيتك. يعني اذا فتحنا كامل الكادز راح تشوفوا انهم تحملوا عندي في الموديل، تقدر تعمل حتى كواليتي كنترول على الموديل عن طريق الكاد فايل باي كومبينيشن بتوين ذا كاد فايل اند يور اي اف سي موديل. ممكن يكون عندك ملاحظات على الاكسس اي شيء اوكي. في شغله نسيت نراويكم اياها اللي هي كليب بلان، تقدر تنزل تعمل كليب بلان ثاني كذا، تقدر تعمل فيرتيكال اور هوريزونتال اور على حسب شغلك انت، يعني تعمل كذا بالشغل هذا وتشوف مثلا تشيك تشوف الموديل من الداخل. راح نشوف ان شاء الله ككيس ستادي كيف ما بين اي اف سي ام اي بي اللي هي درينج structural، نشوف architectural مع structural حتى اوضح كامل هذه الامور. زي ما قلنا يعني تقدر تعمل delete hide floating، هذه تعمل delete لهذه، تعمل delete لهذه. طيب زي ما حكينا زي ما شايفين انه لازم يكون linked cat files يكون صح، عشان لما تصدر او تفتحهم بالtrimble connect 3 دي فيور يطلع لك صح يعني. فقط هذا اللي عندنا لحد الساعه وحد اليوم. مش عندنا بعد، خلينا نشوف السيتنجز. اوكي خلينا نشوف السيتنجز على السريع. عندك البريفرنس، سواء تغير اليوزر انترفيس الباك جراوند تخليه اسود زي ما تحب يعني. الجرافيك اند مود سيتنجز، جرافيك ديسبلاي، هاي برفورمانس، اوبتيمال كواليتي، الجريدز. الجريدز هذو تبعين تيكلا، تيكلا موديل اوكي. عندك الاي اف سي سبيسز، اذا صدرت انت سبيسز بالاي اف سي على حسب يعني. اوتوماتيكلي لود دي دبليو جي ان توب فيو، اوتوماتيكلي تشينج كاميرا تو بان على حسب السيتنج ستاك يعني. يونتس، عندك يونتس من المتريك تحب الانش زي ما تحب. الاكستنشنز، الاكستنشنز عن الاورجنايزر والداتا تيبل راح نشوفهم ان شاء الله، اللي هم جايين على الطرف الشمال. عندك البروجكتس تقدر مباشره تغير من هنا، اباوت تريمبل كونكت دوكيومنتيشن حيعطيك الهلب بالنسبه للتريمبل كونكت، وهذا ان شاء الله راح نشوفه بكره. راح نتكلم على اللايرز، راح نتكلم على الاتاتشمنت تو دو حكينا اوريدي، راح نشوف الفيو. هذه الفيو اذا حبيت تعمل سكرين شوت اد فيو تمام، تسميها جنرال فيو، جنرال فيو اوكي. ديسكريبشن اي 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 شيرد ويز نو سيف
مش ضروري شاد ويز، مجرد ما تروح للفاميلي وتشوف وين يا ربي وين وين الفيو، حتطلع لك هنا 3 دي فيو وال2 دي فيو اللي هي في البي دي اف وما بي دي اف وما شابه ذلك. طيب مش عندنا الثاني، هذه الاورجنايزر والبروبرتي سيت راح نتكلم عليها بالتفصيل بكره ان شاء الله. وهذه الاورجنايزر من الاشياء القويه جدا جدا في تريمبل كونكت. الاورجنايزر شبيهه بالسمارت فيوز اللي شفناها في البيم كولاب زوم اخر مره، راح نحكي لكم عليها بالتفصيل. وعندنا اكيد الكلاش سيتس، تعمل كلاش ديتكشن زي ما شايفين، دخل الكلاش، تعمل كلاش اكسرسايز عشان تطلع الايشيو. اوكي، بمجرد ما تعمل سيلكشن لاي اوبجكت حتطلع لك تشينج فيزيبيليتي، سواء شو اول هيدن بروجكتس عفوا اوبجكتس ايزوليت لايرز ويتش از سيم فاميلي، هذا كامل كولمز. تقدر تعمل ريسات، ترجعها من اول وجديد، تعمل فقط هذا كسكشن بوكس. اوكي هيدن، تقدر تعمل انزوليت من اول جديد. اوكي دقيقه، اوكي تمام، انزوليت من اول جديد، ريسيت موديل. تقدر تعمل كالورينج على سبيل المثال، انا حاب نشوف الكولمز الموجودين في السايت وش تعمل. فقط في الموديل تعمل ايزوليت لايرز وتعطيهم كالر معين اللي هو الاحمر، او عفوا تعمل select all select layer عفوا isolate all layers. اوكي جينا هنا وتعطيهم اللون reset model عفوا. اوكي isolate layers اوكي جي حتى من 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 اوكي تعمل لهم سيلكشن باي 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 اريا، اعطيهم اللون، ريسيت موديل. عندك البوسيبيليتي انك تعمل 3D نافيجيشن زي ما حبيت، مثلا تعمل فرضا انك اخترت شيء، هنا بنقول هذا مثلا، مجرد ما تعمل الحركه هذه راح يعمل لك اياها اون جلوب ويقرب لك اياها، يقرب لك اياها. تقدر تعمل اتاتشمنت، تقدر تشوف الفيو بروبرتي بانل اذا حبيت تشوف بروبرتي سيلكتد وان، وهذه راح نتكلم عليها بكره فيها الاي اف سيز وبروبرتيز سيت. فقط يعني في اشياء راح نشوفها ان شاء الله في السيشن 2 بعد بكره ان شاء الله. هذا كله مهندس سليم لليوم، ان شاء الله ما اكونش طولت عليكم، ما اكونش كثرت عليكم بال او ثقلت عليكم، وان شاء الله يكون يعني استفدتوا يا رب جميعا. جزاكم الله كل خير يا استاذنا فاضل، الله يكرمك. هو في بس حد كان باعت سؤال على الشات؟ نعم استنى بفتح الشات اهوت بعد اذنك. الرخصه المجانيه بتاعت صلاحيه دخول لكم شخص؟ وايضا عدد المخططات والملفات المسموح بها لو سمحت، وهل هناك امكانيه لاعطاء صلاحيات ومسؤوليات لكل فولدر؟ نعم نعم. خلينا نفتح بس ال ستوب شير، هذا هفتح لكم نعطيكم اوبشن الاوبشنات المتوفره في اللايسنس. طيب دقيقه بس مش مهندس، هعمل شير مره اخرى لو سمحت لي. اه معلش انا اسف، انا عملت بس شلت كوست عشان ما تزعجكش الرسائل اللي بتيجي كل شويه. اوكي اتفضل. الله يزيد فضلك. بالنسبه للسؤال الاخ، طيب 3 اوبشنز هما كالاتي. البيرسونال، في عندك البيرسونال اللي هي الى حد الكرييت 1 بروجكت، انفايت اب تو 5 بروجكت ممبرز، عندك حتى 10 جيجا بايت ستورج، وتقدر تدخل في 5 مشاريع. عندك read only access for data, create shared through connect workflow extension، تقدر تعمل beam coordination, clash detection, task management tool.
يعني بالبيرسونال تقدر تعمل تسوي اللي يطلبه الاخ، تقدر تعمل به يعني اللي هي فري. بس على فكره البزنس اللي هي جايه في النص هذه اشتراكها للواحد $10 للكي او لللايسنس، يعني قادر انت السنه تكلفك $120. انا ننصح الناس اذا حابين يمشوا مع تريمبل كونكت ما يخاطرش يجيب العشرة وعشرين واحد، لا يجيب الخمسة، راح تكلفه تقريبا $500 ويجرب. اذا شايف انه الناس فعلا بدأت تتعلم يضيف، يقدر يضيف يعني مور بيبول، يعني كل واحد راح يكلفه $120، لانه $120 هذه سنويا. صراحة انا $120 شايفها يعني مش مبلغ كبير مقارنة بأذر بلاتفورمز، والأوبشنز اللي موجودة في تريمبل كونكت في البزنس أو حتى في البيرسونال يعني كثيرة، يعني موجودة يعني كثيرة. يعني الفرق ما بين البزنس والبيرسونال أنه عندك unlimited projects، عندك unlimited data، unlimited number of project members، join unlimited numbers of projects سواء personal or business، وعندك الميتا داتا. يعني الميتا داتا في البيزنس ما عندكش البيرسونال، لانه الميتا داتا مهمه لك جدا في النيمينج كونفنشن اند في النيمينج كونفنشن اند الفولدر، قصدي الريفيجنز اند تشينج ان ريكويست اند ما شابه ذلك. انت تختار ما بعد. انا ننصحكم تبدوا بالفري وشوف اذا ساعدك الامر روح للبزنس، مع انه البزنس انا شايفه مش غالي يعني بصراحه كانفستمنت، مش يعني يستاهل بصراحه انك تشتري البزنس. البريميوم هذا راجع لاستراتيجي استراتيجيه الشركه وين راح تكون عندك الفول 100% فيرجن. بس انا حاليا البزنس اتس اوكي، بس حاب تتعلم ابدا بالبيرسونال لانه فري، عندك اون وان بروجكت ان اب تو 10 جيجا بايت ستورج. نعم، في سؤال من مهندس أشرف الهنداوي، هو سؤال محتاج محاضرة الصراحة. بيقول لك هل ممكن تشرح لنا البيم امبلمنتيشن وورك فلو من البداية للنهاية، from the concept to the demolish، وقول لنا كل أداة بتستخدم في كل مرحلة من المراحل. نعم، محاضرات هذا مش محاضرة. أنا شايف فعلا أنه زي ما حضرتك تحب ممكن نعملها، حضرتك تعملها محاضرة مستقلة أو تجاوب سريعا عليها. والله طيب، can you explain the beam implementation workflow from the start point to the end؟ أنا حكيت يعني بريفلي باش مهندس عمر لو تذكر آخر مرة عن starting point في beam implementation، وكنت نبهت على كتاب اللي هو البيم مانجر. البيم مانجر هذا هاند بوك يقول إنه، وانت اكيد شاطرني رايي باش مهندس، انه the three main points for the beam implementation او قبل ما تبدا في اي شغله، اول شيء لازم تحدد the phase او the company nature، يعني طبيعه الشركه. اول حاجه لازم تعرف انت في الديزاين كونستراكشن او شو، اول نقطه. ثاني نقطه لازم تكون كلير البيم يوزز، واضحه عندك شو اهدافك من البيم. اذا ما كانش اهدافك واضحه ما تقدرش تتحرك خطوه واحده. ثالث شيء وانا شايفه مهم جدا هو التيم، الكواليفايد تيم. اذا ما عندكش تيم مستحيل حتكون عندك بيم، ما تقدرش تعمل بيم امبلمنتيشن، ما تقدرش تكون تخلق بيم ورك فلو او بيئه خاصه بالبيم اذا ما عندكش التيم اللي هو كواليفايد. هذه بس بريفلي، بس انا افضل انه اذا تسمح لي يعني او مستقبلا نعمل يعني ان شاء الله محاضره عن البيم امبلمنتيشن، وراح يفهمها اكثر الاخ يعني احمد المهندس اشرف ابراهيم اذا اعطيناه كيس ستادي. لانه بصراحه في ناس الامور نظريه، يعني لما تروح للواقع تلقى صعوبه في التطبيق لانه ماسك في راسه فكره النظري. احنا بصراحه وجدنا مشاكل خصوصا في النظري، الامور النظريه هذه. اعطيك مثال بسيط لان نحكي فيه اليوم والبارح بما يخص الفولدر ستراكشر في الايزو. هم فاكرين انه راح تمشي كمعادله رياضيه، work in progress shared published archived. هو لا، هو اعطاك الخليه، يعني الجسم راح يتكون من خلايا صح ولا لا، ومن اعضاء. شو اصل الجسم؟ هو خليه صح ولا لا؟ هذيك هي الخليه، يعني الwork in progress او الفولدر ستراكشر اللي خاصه بالايزو or for information containers هو الwork in progress work in progress and archive and published and
شو اسمها اركايفد. نعم يعني انا افضل انه نعمل محاضره مستقله وتكون مصحوبه بكيس ستادي مشان يعرف مشان يعرف وين يعمل بروجكشن للمعلومات اللي اخذها نظريا يعني. نعم في سؤال بيسأل على ان unlimited، هل في بلاتفورم unlimited مجاني تماما؟ هل شو مش مهندس؟ في بلاتفورم مجاني تماما؟ لا مستحيل، ما في لأنه بصراحة باش تحصل بلاتفورم مجاني لازم تعمله أنت البلاتفورم، تعمله تجيب تطوره أنت بنفسك يعني، صعبة تحصل بلاتفورم مجاني. بس في ليمت معين للمجانية يعني، اللي تقدر تمشي لك مشروع أو مشروعين، بس مجاني تماما مستحيل 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 تحصل فري. في عندك يعني البيم اول بلان، اول بلان بيم بلس، تقدر تمشي به مشروع. اذا حاب مثلا مش حاب تدفع شركه فلوس، نعطيك طريقه معينه باش مهندس محمد اشرف تقدر مشروع تشتغل به تريمبل كونكت. المشروع الثاني تقدر تستعمل فيه الاول بلان بيم بلس، كل مشروع تستخدم فيه بلاتفورم وين عندك ليميت معين لل 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 للفري بلاتفورم يعني. على الاقل تكون عندك الفرصه انك تجرب كذا بلاتفورم، وتكون عندك الفرصه انك تستخدم السي دي وتدخل في البيم ورك فلو بقوه يعني. بس هذه نصيحتي، بس مش تحصل يعني فري 100%، صعبه جدا هذه، صعبه جدا. بعد المحاضرة كنا بحصل هذه الشهادة، وهل هناك متطلبات لتقدم الشهادات المسبقة؟ أنه شهادة؟ ممكن سؤال، هل ينصح المحاضر بأخذ ماستر؟ يا والله أنا ننصحك إذا كان عندك على الأقل سمول باك جراوند في البيم. إذا ماشي فريش حتحصل شوية صعوبة، لأنه البروفيسورز اللي بيعطوا كورسات مفكرين انه الستودنتس عندهم مستوى معين من النولج المعرفه يعني. بس كنصيحه ننصحك، اكيد راح تتعلم اشياء كثير في موضوع البيلدينج انفورميشن ورك فلو اند تكنولوجي، من الديزاين فيز الى حتى الديمولوشن زي ما كان يحكي الاخ المهندس. راح تشوف الهيريتاج بيلدينج انفورميشن موديلنج، راح تشوف الانفورميشنز كيف تعمل باب، كيف تعمل اي ار، كيف تعمل كلاش ديتكشن، كيف تعمل كواليتي كنترول، كواليتي تشيكين، سي دي ايز ديورينج ذا سايت، ديورينج ذا ديزاين فيز. الاشياء كثير راح تشوف بصراحه، وراح يكون عندك البوسيبيليتي انك تجرب خلينا نقول more than 20 softwares. يعطوك access على تقريبا 20 software free لمدة سنة. وأكيد يعني أكيد ننصح بها يعني، أي شيء خاص بالعلم وكذا أنا ننصح به يعني. شيء ثاني مهم في الفيزيكورات، راح يكون عندك access للبري أكاديمي، access للبري أكاديمي، تأخذ شهادة من البري أكاديمي، تأخذ شهادة من جرافيك سوفت، تأخذ شهادة من الأوتو من الاوتو ديسك، تاخذ شهاده من، تكون عندك عضويه في البيم الكان بيم، تكون عندك بوسيبيليتي انك تاخذ شهاده في الايزو 19650. وش عندنا ثاني يا رب؟ تكون عندك بوسيبيليتي والاكسس على البنتلي بلاتفورم، وين راح تستعمل بنتلي سوفتويرز فري زي سينكرو عفوا. انا ننصح بها، اكيد ننصح بها، بس حاول انك تشتغل على حالك شوي قبل ما تروح، وإلا أحتحسها أنها مضيعة وقت يعني. نعم نعم بشمهندس، جزاكم الله كل خير، ألف شكر حضرتك، الله يسلمك يا في المحاضرة القادمة الثالثة ومحاضرة ثانية بإذن الله. إن شاء الله حاضرين بشمهندس، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، إن شاء الله نكون ما كثرت عليكم أو ثقلت عليكم، والله يوفقنا وإياكم يا رب. جزاكم الله كل خير، وشكرا لحضرتك، وشكرا للمهندس احمد حسام وعمر نطور ومحمد اشرف الدعم الفني تعب معانا زي كل يوم. نعم جزاكم الله كل خير، وجزاكم شكرا، شكرا جزيلا، تصبحوا على خير يا جماعه.